بيكون في سي في اي كوميونتي اكشلي اللي هو اسمها سي في اي سلاك. ايه بقى يا جماعه قصه سلاك كوميونتي وليه انا اكسايد ان انا اتكلم عن الموضوع ده؟ طبعا اول ما ابتديت خالص ان انا اتكلم في ان انا اشرح للناس بزنس سواء كان دروب شيبنج ديجيتال ماركتنج او تريدنج فوركس فيوتشرز وات ايفر، كان الهدف الاساسي ان احنا عايزين نعمل نحقق انكم ستريم او نحقق اكتر من انكم ستريم. عشان كده مثلا لما حد بيقول لي انا بشتغل دروب شيبنج بس او لا، انا بشتغل فيوتشر بوند تريدنج بس او لا، مش حاجه اسمها كده. لان انت لو بتشتغل دروب شيبنج بس وارد جدا يحصل اي حاجه مثلا زي حرب اوكرانيا فالدنيا توقف شويه، او لو بتشتغل تريدنج بس وادي يبقى عندك شهر لوزنج مانث وتحصل فيبقى عندك حاجه ثانيه بتجيب لك دخل. فانا افضل دايما اي حد عايز يحقق اكتر من انكم ستريم، سوري ويلثي، لازم يبقى عنده اكتر من انكم ستريم، لازم يشتغل في الحاجات كلها مع بعض. والموضوع مش صعب، عندك الاسيتس اوريدي، عندك لابتوب او بي سي وقاعد في البيت تشتغل. المشكله لما تشتغل ساعه في اليوم تريدنج وتشتغل ساعتين دروب شيبنج ولا ساعه وساعه ديجيتال ماركتنج وساعه امازون موبايل وهنا اوكي. كانت المشكله الاساسيه ان انا كنت من زمان نفسي اعمل حاجه، يعني انا مش عايز مش عب... انا مش ما عنديش وقت ده ابقى وان مان شو، يعني انا اشتغل اعمل تريدنج روم للناس كوبي ماي تريدز وبعدين اقول للناس اشتغل دروب شيبنج بقى واحده بواحده، او ادفايس ذم ازاي يشتغلوا دروب شيبنج، ازاي يشتغلوا ديجيتال ماركتنج وان تو وان كوميونتي. يعني مش عارف اعمل كده لوحدي، محتاج ناس معايا، محتاج هاير سام وان، محتاج ناس تشتغل. من هنا جت فكره سلاك. حد يقرا عن فكره عن سلاك؟ حد جرب سلاك قبل كده باي اي شات؟ حد جرب؟ اوكي ده سلاك. سلاك ده اب تنزله على الموبايل عندك زي واتساب زي اي حاجه، وتنزله عندك على اللابتوب، عباره عن كوميونيكيشن. هو ده اصلا الهدف من سلاك، اتعمل سلاك في البدايه اصلا هدفه ان هو يبقى طريقه تواصل ما بين افراد الشركه واحد، وخصوصا من بعد البانديميك، من بعد ما حصل كورونا وبقت ناس كتير ورك فروم هوم، فبقت الشركات عشان يعملوا وسيله تواصل بين الموظفين وبعضهم بدل ما يقعدوا على واتساب، ودي حاجه مش بروفيشنال. اوكي نعمل حاجه اسمها سلاك كوميونيتي او سلاك ورك سبيس. والسلاك ورك سبيس دي بيبقى فيها عباره عن شانلز. فليتس مثلا شركه دلوقتي مثلا شركه حسنين القمح والزراعه مثلا، ممكن تعمل شانل للمحاسبات، شانل للمديرين، شانل ما اعرفش ايه، وتقعد تشات معاهم وتعمل كل واحد موظف، وممكن تخلي مثلا واحد يدخل على شانل معين ولا واحد ثاني ما يدخلش وهكذا. شانل شات وممكن فيديوز وممكن شات، كل حاجه انت عايز تعملها. فجت لي فكره ان احنا نعمل سلاك كوميونتي على سي في اكاديمي، بحيث ان انا زي ما انا عايز اقدم سبورت، انا دلوقتي حاليا بقدم سبورت للفيوتشر كونتراكت بس، لان انا بعمل تريدنج كل يوم كده كده اصلا اوريدي، فالناس بتجوين ماي تريدنج روم باشتراك شهري ويكوبي ماي تريدز ويميك ماني معايا. يمكن الناس اللي في تريدنج روم شايفين النتيجه، يعني تريدنج روم عامله زي حاجه النتيجه يعني رائعه. اوكي طب ليه ما نعملش ده في كل حاجه؟ يعني ليه الفيوتشر كونتراكت تريدنج بس؟ ليه ما تبقاش دروب شيبنج ولا ديجيتال ماركتنج؟ هل انا هعرف اعمل كل ده لوحدي؟ اعرف اعمل مودريتور لكل الحاجات دي؟ فابتدي ادور على الناس اللي اوريدي ماي ستودنتس بس ناجحين، حققوا نجاحات في كل مجال. مين اللي نجح؟ ادور بقى مين اللي نجح في الدروب شيب؟ مين نجح في ديجيتال ماركت؟ مين نجح في الفوركس؟ تعالى يا جماعه نعمل كوميونتي والناس دي تمسك مودريتور لكل تشانل. فبقى عندنا في السلاك كوميونتي بقى عندنا تشانل للدروب شيب، تشانل ديجيتال ماركت، تشانل فوركس، هيبقى عندنا فوركس تريدنج روم هترن واشرح لك دلوقتي انا هتمشي ازاي في الفوركس تريدنج روم. هيبقى عندنا ستوك ماركت فيوتشر فيوتشر ماركت تريدنج روم هتكلم عليه بالتفصيل، واللي احنا هنتخصص فيه حاجه اسمها شورت كاب شورت سيلر سمول كاب ستوكس، مش محتاج راس مال كبير على فكره. بلس فيوتشر كونتراكت تريدنج روم طبيعيه موجوده مش ليه موجود. ايه اللي هيحصل بقى كالاتي؟ الاول نمشي برزنتيشن واحده، قلنا سلاك هو كوميونيكيشن اب فور بزنس وير تيم ممبرز كان ورك توجذر اون بروجكت انجيجنج انفايرمنت. جاست هو اب نزلوا على الموبايل يا جماعه، نزلوا حاجه على الموبايل وانا اتكلم معاك، دخلت على الاب ستور او الاندرويد وات ايفر انت معاك دلوقتي او حتى على اللابتوب هتلاقي موجود سلاك نزلوه. اوكي ايه بقى سلاك؟ سي في سلاك كوميونيتي، قلنا سي في سلاك كوميونيتي هي ديجيتال ورك سبيس عشان يو كان جيت يور هاندز اند منتور شيب اند اسيستنت فروم اكسبرت مودريتورز في كل مجال. لو انت شغال دروب شيبنج هتلاقي في مودريتور
موجود في الدروب شيبنج شانل بيساعدك. اقول لكم ايه في كل واحده هتساعد ازاي، ايه النقطه هنتكلم فيها. مريتر المودريتور زي موجود في كل شانل هي سبورت يو ثرو اور ذا انتاير بزنس جورني، give you guide through the each step of your business and help you pass every challenge. هيساعدك ان انت تعدي كل التحديات في كل بيزنس، سواء كان دروب شيبنج، ديجيتال ماركتنج، امازون، وات كل حاجه لوحدها. واقول لكم التفصيل دلوقتي اللي هيحصل بالظبط. طيب ازاي؟ قلنا each course او كل، مش عايز كورس بقى، كل بيزنس هيبقى عنده الديديكيتد شانل بتاعه. هتبقى عندك اكسس على كل شانل كلها. انت وقت ما تبقى ممبر في السلاك كوميونتي هيبقى عندك اكسس على كل الشانل دي كلها. في واحد هيتابع كله، فيوتشر كونتاكت تريدنج، فوركس تريدنج، ستوب ماركت تريدنج، دروب شيبنج، كل حاجه، بحيث ان انا عايز ساعدك ان يبقى عندك لعندك البيزنس بقى. يعني انت مش محتاج مثلا، يعني الناس مثلا يخشوا كونتاكت تريدنج دلوقتي معايا ما حدش فيهم شغال دروب شيبنج، بس معظمهم ما يعرفوش، هو حتى لو عارف مكسل او ما لاقي حد بقى موجود في مديريته شغال وبيديك سبورت. واقول لكم ايه اللي ممكن ياخده دلوقتي حالا من مديريتورز في كل بيزنس. لا هيتشجع يشتغل. لما اشتغل انا عندي، انا بعمل 3 ساعه في اليوم، واي نوت اشتغل بقيه الايام واعمل فلوس برضه، واي نوت. اوكي بس تدخل قلنا اتش شانل، كل قناه من دول هيبقى عندها مديريتور خاص بيها، اللي هو وهيكون متواصل معاك بشكل شخصي، حتى ممكن تتكلم معاه برايفت يرد عليك، مش مشكله خالص في اي مشكله. بعد كده اللي هو موجود قلنا هيبقى عندنا فيوتشر كونتاكت تريدنج جروب، هيبقى عندنا فوركس تريدنج جروب، عندنا ستوك ماركت تريدنج جروب، عندنا دروب شيبنج، ديجيتال ماركتنج. وحقيقه هو نسي اللي عمل لي السلايدز، نسي الامازون، هيبقى عندنا امازون بي موجوده، مش موجوده بس هي موجوده في المعرفه. يبقى عندنا 6 حاجات: فيوتشرز، فوركس، ستوك ماركت، دروب شيبنج، ديجيتال ماركتنج، امازون. وهقول لكم مين اللي هيبقى مودريتور لكل واحده من دول. اوكي نتكلم الاول حاجه خالص على الفيوتشر كونتاكت تريدنج. طبعا انا مش عايز اتكلم في الشغل ده، انا اللي قررت تريدنج روم. فتريدنج روم هتبقى انكلودد من الممبر شيب بتاع سلاك، فبالتالي الناس يعني يا جماعه التريدنج روم اوريدي اشتراكها $64 في الشهر اصلا لوحدها. اوكي اساسا لوحدها كده $64 في الشهر هتبقى انكلودد ضمن السلاك كوميونتي. طبعا هتعرفوا الاخر سعر القصه كلها تقول ايه العبط ده، بس اني واي فالفيوتشر كونتاكت تريدنج روم هتبقى انكلودد ضمن السلاك كوميونتي. بلس خد بالك يا جماعه دلوقتي الفيوتشر كونتاكت تريدنج روم ما بقتش 9:30 الصبح بس، نو بقت ثلاث ايام، بقت ثلاث اوقات في اليوم، 9:30 الصبح 2 بي ام 3:30 بي ام ايسترن تايم. يعني الساعه 3:30 بتوقيت مصر في تريد بتحصل، والساعه 8 بتوقيت مصر، والساعه 9:30 بتوقيت مصر في بفتح التريد روم ثلاث مرات في اليوم. فانت لو انت مست اي واحده فيهم هتقدر تتريد في الايام اللي في الوقت اللي ده بالنسبه للفيوتشرز. فوركس اند ستوك ماركت تريدنج جروب. الفوركس والستوك ماركت طبعا انا هبقى المودريتور الفيوتشر طبعا، وهبقى مودريتور للفوركس والستوك ماركت وامازون، لان ما عنديش حد حقيقه لسه اقدر اعتمد عليه في امازون، لسه بدور. بس سو فار انا هبقى المسؤول عن امازون شانل، وابقى مسؤول عن فوركس وعن ستوك ماركت تريدنج. بس خد بالك الفوركس، انا في فوركس ما بنعملش تريدنج، فوركس ما بنعملش، لسه اي حد معانا في الميتنج بيشتغل فوركس، انا ام نوت داي تريدنج فوركس، وما افضلش اي حد يعمل داي تريد فوركس خالص، مش اي لازمه. لو عايز يعمل داي تريدنج اشتغل في ذاتس ات. فوركس انا بعمل سوينج تريد فوركس، هتلاقي في الفوركس تريدنج روم كل يوم هتلاقي سيجنالز موجوده هتدخل الماركت امتى، ادي البير اوف كرنسي، ادي السعر، ادي الستوب لوس، ادي التارجت بتاعك، ذاتس ات. هيبقى عندك سيجنالز كل يوم موجوده، ادخل اشتري يو اس دي كاب، وادي الستوب لوس بتاعك، وادي البروفيت تارجت بتاعك. التريد ممكن تقعد يومين، ممكن تقعد ثلاثه، ممكن تقعد اربع ايام، ممكن تقعد ساعتين، اي دون نو، اتس سوينج مش داي تريد. فيبقى عندك وقت كافي انك تدخل ماركت تعمل الاوردر بتاعك، بلس ان هيبقى عندنا في الفوركس هيبقى في بروكر بيشتغل معانا، هيبقى موجود مسؤول عن الناس. لو انت عايز تعمل اكونت بيشتغل معاك، تفتح اكونت ازاي وبكام ومينيمم والقصه كلها موجوده. ده بالنسبه للفوركس. ستوك ماركت تريدنج روم دي هتبقى لايف ودن ميبي 3 ويكس فروم ناو، اللي هي تبقى شانل موجود. هيبقى في كورسات، سوري، هيبقى في فيديوهات مشروحه جوه سلاك كوميونتي، ايه قصه الشورت سيلينج سمول كاب ستوكس،
شورت سيلينج سمول كاب ستوكس اللي هي ستوكس موست لايكلي اللي هي اقل من 10 دولار الشيك اقل من 10 وانا بشتغل شورت بس ما اعملش لونج شورت جاست شورت. وفي بروكر البروكر دي بتفتح اكونت في مصر اوكي اسمها تريد زيرو وممكن تفتح اكونت حد ممكن بيني وبين زميلي ما بس 500 دولار ممكن تفتح اكونت ب 500 دولار. وطريقتي في تريدنج تريدنج الشورت سيلر شورت سيلينج سمول كاب ستوكس بتريد عند الاوبن زي فكره الفيوتشر بالظبط. بس الميزه في الستوك ماركت ان انا إن قبل الماركت ما بيفتح الساعه 9 ونص هيبقى عندك اوريدي البلان موجوده فانت ممكن تعمل اوردر بتاعك جاهز. انا هشورت 1 2 3 4 ادي اللاينز بتاعتي وادي البروفيت تايل وادي الستوب. هيبقى عندك البلاتفورم بتاع تريد زيرو تعمل الدروب بتاعتك حتى لو انت معاك فيوتشر مش لازم بقى تفتح تريد زيرو تعمل التريد بتاعك تحطها بالماركت ما يفتح وتويت خلاص يا اما تهت البروفيت يا اما تهت الستوب ذاتس ات. فدي برضو اكسترا واي تو ميك ماني لو انت كده كده بتريد يعني مثلا دلوقتي معاك الاوبن اوبن تريد ار تي واي بس في الفيوتشرز قد اوبن دلوقتي بينه التريد ار تي واي ويس الاثنين بابا واي لا فبقى الفلوس قد اوبن بقى دبل ما بقتش بس اي اس بقى اي سي ار تو نفس الكلام اي اس ار تي واي بلس Short selling stock market plus forex swing trade plus drop shipping plus the market ones. ده بالنسبة للforex stock market. Drop shipping طبعا أنا عارف الdrop shipping challenge وفي ناس بتقابل مشاكل كتير في drop shipping. اللي هيحصل كالعادة في drop shipping community ده اللي هيتقدم بقى كالعادة. الأول حاجة خالص إزاي هتعمل طبعا أكبر مشكلة بقى الناس كلها إزاي تعمل استراتيجية. فدي هتبقى دي بقى مش يبقى شورت المودريتور وهيتكلم شويه خالد معانا هو اللي هيتكلم في السكه. انا مش عارف اتكلم مع ايه بصراحه التفصيل اتعلم ازاي مش فاهم في الكلمه اللي اصلا يعني مش فاهم يا جولدن احنا مش بنشرح ده مش شرح بيزنس انا بشرح سلاك كوميونتي عندها ذات. مشكله سترايب بتقابل كل الناس المودريتور بتاع دروب شيبنج شانل هيبقى مسؤوليه كامله انه يحل مشاكل الناس في سترايب. جايد 1 باي 1 ازاي تعمل ستارت كاونت الطرق الوسائل كل حاجه. وزي ما قلنا تاني هتكون تواصل معاه برايفتلي عن طريق الحاجه الثانيه على الاقل طبعا احنا از سي في سلاك كوميونتي احنا عندنا تولز بنقدر بيد تولز مدفوعه وغاليه مش رخيصه على فكره بنقدر نعمل بيها ندور على الترند برودكتس ونعرف ايه البرودكت الترند كل شهر. دي هتبقى موجوده فور فري لاعضاء سلاك كوميونتي هيتبعت لك كل شهر موجوده مش هيبعت لك موجوده هتبعت على الشانل كل شهر هيبقى من فوق موجود 10 ترندي برودكتس. مش بس كده برودكت ريفيو انت عملت اوكي البرودكت ده انا هختار البرودكت الفلاني طيب اعمل له ازاي بقى ازاي اعمل له ماركتنج بيقول لك اللي انت لسه بتشتغل فيه هتعمل مثلا اعلانات كذا 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 هتستهدف كذا 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 عملت ستور تقدر تحط الستور بتاعك والمودريتور هيريفيو الستور بتاعك شوف شكله كويس عندك مشكله في الستور محتاج تعدل الفونت محتاج تعدل الصور شكل وات ايفر هيديك هيبقى معاك سبورت يقول لك ده ينفع ولا ممكن تغير حاجه. الحاجه الثانيه اد كرييتيف اد كوبي انت عملت اعلان خلاص بارت برودكت عملت ستور عملت اعلان عايز تتاكد من الاعلان بتاعك حط المودريتور هيبص عليه يقول لك اوكي الاعلان كويس غير الصوره دي كمان غير مش عارف وهكذا. الحاجه الثانيه اد ماتريكس ريفيو اند جايد لاينز تو هاو تو سكيل عملت اخترت برودكت عملت ستور عملت تيستنج وعدل الار او اس بتاعك كويس وعايز تعمل سكيل يقول لك بقى ممكن تسكيل امتى لا ستوب شويه اد ماتريكس عموما هيريفيو ات ويقول لك ايه الافضل تسكيل الانترست معينه او استنى شويه واحد. عندنا مشكله في الاعلانات دلوقتي خصوصا الاي او اس 14 حصل مشكله او مشكله حصل ما بين الايفون وما بين فيسبوك الايفون موقف او موقف شويه اوبشنز من خلال المعلنين يشوفوها على الاي او اس دي هيبقى معاك فيها ازاي تعمل مشكله اكبر قبل كل الناس كنت فيسبوك. طبعا يا جماعه الفيسبوك دلوقتي بقى اسهل كتير الاول يعني بعد اللي حصل العلقه اللي خدها مارك زوكربيرج اول السنه يعني قصه كتير جدا الفيسبوك هدي شويه يعني ما بقاش بيقفل زي الاول الموضوع هدي شويه بس ستيل في ناس بتقابل مشاكل بيقفلوا الفيسبوك اكونت بيقفلوا مش عارف بزنس مانجر ما اعرفش بيعملوا ايه كل نوعات ازاي تحل المشكله ازاي ممكن يبقى عندك اكتر من فيسبوك اكونت
باك اب تشتغل بيهم، لان في حاجه ثانيه في حاجه اسمها وارنت. راح مسئله اوكي طب انا هعمل فيسبوك اكونت جديد واعمل اعلانات بكره الصبح، نو هيتقفل فورا فورا مش كلام، ليها ستيبس زي تعمل حاجه اسمها وارم اب. وارم اب دي تفتحه فتره معينه وتسيبه ما اعرفش ايه، تدفع على كام فيديو في اليوم، تعمل كام كومنتس كام شير لفتره معينه، وبعدين تبتدي تعمل اعلانات، ومش اعلانات كونفرجن، لا اعلانات صغيره الاول، اعلانات مثلا فيديو واتش، اعلانات ريتش ببادجت صغيره. وار دي بتعمل حاجه اسمها وارم اب لحد ما تبتدي تدخل بقى في حاجات. وبعد كده وات تو اكسبكت Stripe accounts for unsupported countries. طبعا منهم مصر. انا شغال حقيقه في مصر، ان احنا بنتكلم مع ناس مسلمين في مصر ان احنا نفتح سترايب في مصر، بس حتى الان هو مش مسموح بيه في مصر، وبنستخدم في بي ان. ده هيبقى معاك ستيب باي ستيب، سواء كنت في مصر او بره مصر، بس وانت ما عندكش مش متاح تستخدم سترايب، المودريتور هيساعدك ازاي تستخدم سترايب وازاي تفتحه في مصر بسهوله. قلنا تاني 10 ويننج برودكت، تمام؟ هتاخد 10 ويننج برودكت. الويننج برودكت طبعا مش بقول لك ان هم ويننج برودكت معناتها تشتغل فيهم وهتنجح 100%، لا لا، هم ويننج برودكت بناء على التولز اللي احنا بنستخدمها. نجاحهم او عدم نجاحهم دي حاجه برضه جرانتيد، بس نسبه عاليه جدا لو عملت الهوم ورك بتاعك كويس، وبرضه مديرته هيسبورت يو في الاعلان وفي الشكل ستور، يبقى نسبه نجاح عاليه جدا. وبنفس الوقت برضه هنديك ليست بالكومبيتيتورز بتوعك، مين المنافسين من ستور معين او برودكت معين، مين بنفسك تدخل تشوف الاسعار، تشوف شكله عامل ازاي، ممكن حاجه شبهه او هكذا. اوكي. الحاجه اللي بعدين وي ويل ريفيو البرودكت، هنشوف بقى انت عملته خلاص، هنشوف بقى لو انت مثلا عندك تيكس مثلا، عندك برودكت جيت اتباع مش في الليست اصلا، بتبعته للمودريتور او في الشانل، هو يبص عليه يشوفه اصلا اذا كان هو تريندنج ولا لا. هشوف البرودكت ده مثلا هل هو كاس خبرك في حاجه، ما انت ممكن النهارده تعمل سيرش على برودكت معين بتولز مش فري، تولز فري، ويجيب لك برودكت اوريدي كان ترند من 7 شهور فاتت. ده ما يهمنيش، انا يهمني البرودكت ترند دلوقتي حالا. اوكي. الحاجه الثانيه هنشوف برده البرودكت اللي انت عامله ده، مين اللي بيبيعه في الماركت، اسعارهم قد ايه، هل نجحوا ولا ما نجحوش، عملوا منه سيلز قد ايه، وهكذا. وهتاخد فيدباك كامله عن كل ده. الحاجه الثانيه طبعا واهم حاجه هو الستور بتاعك. انت لو حقيقه انت مختار برودكت ترند ومالوش حل، بس عندك ستور مش تراست وورثي، الوانه مش حلوه، في مشكله يا جماعه مهمه جدا جدا، موضوع الكوبي رايتنج. احنا كلنا ما احناش فيرست لانجوج انجلش، كلنا المذر تانج بتاعتنا عربي. فمهما كنت بتكتب انجليزي كويس ممكن يبقى عندك اخطاء في الجرامر بالذات. لو عندك خدوا بالكم احنا بنشتغل في اربع بلاد مذر تانج انجلش، يو اس اي، كندا، استراليا، اوكي، انجلترا. لو عندك خطا واحد في الستور بتاع الجرامر وحد خد باله منه، يو ار دان، يو سكام، اتس جوينت تو سكام. ده من الصين او ميدل ايست، مفيش كلام. فلازم يكون عندك الكوبي رايتنج بتاعك ما فيهوش غلطه، ده هنساعدك فيه. ازاي تعمل بيج تراكشن ديزاين، صور مش اي صور وخلاص، مش تجيب صور من اكس بريس تعملها كوبي بيست في الستور بتاعك، نو. صوره تكون كويسه معموله كويس، برضه هيساعدك. ازاي بقى تجيب الريفيو سوشيال بروف، وطبعا موضوع تشيك اب بروسس ده مهم جدا برضه، كل ده هيبقى موضوع هيساعدك. اوكي. اهم طبعا الاد كريتيف، عملت اعلان قلنا تاني، هتبص الاعلان بتاعك اشتغل ازاي، هل الاعلان كويس، الهوك بتاعك مظبوط، الصوره كويسه، هل هو اوريدي الاعلان بتاعك فولي اوبتمايز فور كونفرجن ولا لسه، مهم جدا. اهم طبعا حاجه ازاي هتعمل سكيلنج، عندك ويننج برودكت، او يعني لقيت ان هو عدى الرولز بتاعت الار او اس في مرحله التستنج، ولقيت ان هو سكيل، هنشوف بقى ازاي تسكيل، وهو هيوصلك لمرحله سكيل از ا بروفيتبل واي، وبرده على حسب بادجت. طبعا اوفر كوم اي او اس 15 تراك ايشو اللي قلنا عليه طبعا. طبعا ازاي تكريت باك اب فيسبوك اكونت، ان احنا ازاي يبقى عندك اكتر من فيسبوك اكونت، ده مهم جدا. ما حدش يشتغل في دروب شيبنج النهارده او لسه ما حدش عنده فيسبوك اكونت واحد، انا عندي 70 واحد. اوكي؟ انا عندي يعني ما فيش حد في عيلتي ما عنديش فيسبوك اكونت. بس كلهم بستخدمهم. لا الحقيقه الفيديو متسجل. فيديو متسجل اللي كان واتش ات ويت.
So, what do you expect as a drop shipping, whatever? أنا هتكلم على الأمازون. الأمازون مش موجود في الـ في الـ في الشيك ليست. زي ما أقول لك أمازون قبل ما أتكلم على what to expect. أمازون نفس فكرة دروب شيبينج بالظبط. هتكلم على الشمال كده. أمازون أنا بقى مسؤول عنه. فهتاخد مني، أنا عندي بيت تولز فهتاخد مني كل شهر هيبقى موجود على الشانل بتاع أمازون الـ 10 من 215 ويننج برودكت كل شهر. دول الهوت برودكت. دي حاجة. الحاجة التانية هساعدك بيرسونلي في الشانل موضوع الليستنج. لو انت مثلا عملت مثلا وانت سي مثلا عملت مثلا اخترت منتج ما سي مثلا اي حاجه ده بس اي ان جنرال الناس اللي في كورس امازون عارفين كويس قوي قد ايه الليستنج مهم جدا قد ايه البوليت بوينتس حاجه يعني مهمه جدا هساعدك في ده نفس الكلام الكوبي رايتنج هساعدك في ده نفس الكلام ان انت اصلا الصور تستخدمها واهم من كل ده الكي ووردز انت بتعمل الليستنج بتاعك الكي ووردز زي تختار كي ووردز تحطها في الليستنج فده هيبقى موجود عملت ليستنج او انت عندك يور اون برودكت وعايز ابعته لي في الشانل وانا هبص اقول لك كويس ولا وحش انا معاك ستيب باي ستيب في الشانل انا اساعد الناس ان هم يقدروا يوصلوا بسرعه للبرودكت ناجح وازاي يقدروا بسرعه ان هم يعلنوا عن البرودكت بتاعهم جوه امازون سواء كامبين اد امازون سبونسر او لو عايزين نيتف كونكشن دي حاجه الحاجه التانيه الاهم جدا في امازون جدا على فكره ان انت فكره الشحن قال ناس كتير فكره الشحن طبعا انا ما بحبش دايما ارشح شركات شحن يقول لك اصل واخد كوميشن منهم اصل على فكره يا جماعه باي ذا واي يعني مش هتيجي لاي حد بس يبقى كلير ما عنديش وقت الكلام ده اساسا فلما برجح شركه ما برجحش شركه عشان انا مش دلوقتي يا حبيبي مش دلوقتي اسال في الاخر ما برجحش شركه عشان مثلا انا قريبي انا بقول ان انا اتعامل معاها بس اتس اب تو يو اتس اب تو يو بس هيبقى في عندي ريكومنديشن لشركات شحن هي بتشحن من الصين لامريكا ريكومنديشن شركه فلانيه وهيبقى في برضه ريكومنديشن حاجات ليجل وايز وما اعرفش ايه والقصه دي طبعا يا جماعه امازون بيزنس محتاج 5000 ورقه بليز فلو حد مش ريدي لسه يستلم الشغل في امازون مش وقته دلوقتي بس هبقى موجود ان الاي واي وانت عندك عايز تشتغل امازون دلوقتي اشتغل وانا معاك انا بشتغل عندي اربعه ليست اتليست يعني وات اكسبكت هتبقى طبعا بارت في هيلث كوميونتي وير يو كان جيت هيلث اند جايد لاينز هاو تو ستارت اند سكيل يور دروب شيبنج بزنس او كان ايا كان اول بزنس طيب دي بالنسبه للدروب شيبنج ليش ماركت اولا الهدف من الكورس ديجيتال ماركت ان احنا يبقى عندنا مارك ايجنتس مظبوط نو مفيش تويج للصدمة. ايه الهدف من الدروب شيبنج؟ سوري من ديجيتال ماركتنج ان انت يبقى عندك ماركتنج ممكن يا جماعه بس بعد اذنكم فوكس انا بتكلم فيه لو سمحت. يعني بلاش يعني مش يا جماعه ليه مشتتين؟ انا مالي ومنصات وتداول انا بتكلم في حاجه يعني ركزوا معايا يا جماعه. انا بتكلم في قصه هتجيب لكم فلوس. فاعمل اللي انا بقوله بالظبط. بس ذاتس ات مش محتاج تفكر في حاجات ثانيه خالص. ما تشتتش نفسك او نفسك بعد اذنكم. الهدف من كورس ديجيتال ماركتنج ان انت تبقى عندك يور اون ماركتنج ايجنسي مظبوط لو قلنا مثلا انا عندي فوق 600 واحد في ديجيتال ماركتنج كورس كم واحد فيهم نو no, مفيش في فوركس مفيش كريبتو دلوقتي ممكن اعمل كريبتو بس مش موجوده في مصر في فوركس موجود لو قلنا كم واحد من الاعضاء الفوركس ديجيتال ماركتنج كورس عملوا يور اون ماركتنج ايجنسي ممكن يكون 20 30 واحد والباقي مش عارفين ليه مش عارف يعمل ايه ازاي تعمل ايجنسي لانس بروموشن ده هيبقى موجود هيساعدك فيه ازاي تعمل كلاينت بروبوزل عشان تبعت للكلاينت تقول له انا عندي ماركتنج ايجنسي وعندي كذا كذا وادي اعلاناتي وادي مش عارف ايه موجود وعلى فكره انا اعرف ناس شخصيين في الكورس معايا عندهم كلاينت من امريكا ده حقيقي فعلا مش في مصر بس من امريكا اوكي بيرسونلايز ماركتنج بلان ازاي تعمل واحد مثلا انت مثلا عندك عميل دلوقتي مثلا بتاع محل كشري فعملت لها عيب ده وارد على فكره مش حاجه عيب يعني اوكي وعايز يعمل اعلانات انت خدت الكورس خلصته وعارف بتعمل اعلانات ازاي انت عارف القصه بس مش عارف تعمل بلان يعني ابتدي من الاول طب اعمل اعلانات ريتش طب اعمل اعلانات مش عارف ايه طب اعمل مسج طب اعمل مش عارف كل ده موجود المودريتور هيساعدك تعمل اعلانات ايه الاول البلان هتقدمها للكلاينت بتاعك وتقول له والله انا هعمل 1 2 3 4 بالبادجت هبتدي بكذا الاول وبعد كده هسكيل بعد كده ما اعرفش ايه وهتبقى واحده
حاجه الثانيه فيسبوك ابديت. المشكله اللي مقابله كل الناس في الفيسبوك في فيسبوك في سوري في الماركتنج كورس اللي في فيسبوك عامل ابديت. انا مش هقدر في الكورس كل ما فيسبوك يغير زرار اعمل كورس الكورس من جديد، والكورس اصلا كله معمول على الفيرجن القديم، فانا مش هقدر كل شهر اعمل كورس جديد، يعني مش هقدر اعمل كده، ما عنديش وقت الكلام. لكن الكونسبت واحد، هو كل فكره ان فيسبوك شايل حاجه من حطها هنا شكل بلاتفورم، لكن الكور واحد. فده هيبقى موجود معاكم، هيساعدكم ازاي اوفر كام الابديت. ممكن تعمل فيديوهات موجوده على جوه الشانل يقول لك ايه الابديت الجديده، ازاي اوفر كام، ايه الفرق بين الابديت الجديد اللي موجود في الكورس، هيبقى موجود جوه السلاك. فدي هيبقى محلول 100% مش فارق. ازاي تعمل كامبينز بقى؟ عملت خلاص، جالك اعلان، جالك معلن، واتفقت معاه، كتبت العقد، شغال تمام، وقلنا زي الكامبين سيت اب، ازاي تعمل كامبين اي نوع وهكذا. طبعا اوبتمايزنج سكيل ده مهم، ده بالنسبه طبعا بالنسبه ان انت ازاي تعمل لانش للايجنت بتاعتك. فاكر مع فيري كريتيكال، يعني فاكر واحد مره بعت لي مره بيقول لي انا ببعت ايميل كل ببعت 10 ايميلات كل يوم، فقلت له موجوده في الكورس عندك، بس عمره حد رد عليا. وقعدت اعمل كده مده شهر، ببعت 10 ايميلات كل يوم لكل الناس اللي حواليا، بالمحلات الفول وما اعرفش مين ايا كان، انا بعمل لكم اعلانات 10 دقائق. ليه؟ فقلت له ابعت لي نسخه الاعلان او ابعت لي ايميل، يعني فورورد بيه الايميل وابص على الايميل بتاعه. يعني لو انا صاحب شركه وبصيت فيه سكام، ما فيش كلام. ايميل يعني كان واحد عايز يعمل اللي عليه. لو سمحت يعني كمثال، يعني انا فلان الفلاني بعمل اعلانات فممكن اعمل. نعم، مفيش حاجه اسمها كده. انت عشان تقنع حد ان دو بيزنس لازم تبقى عارف انت يعني لازم تقنعه ان انا اتهم. عن طريق ايه؟ عن طريق بقى تبعت له لينكات، ده الشغل بتاعي، دي اعلاناتي، ده الويب سايت بتاعي، ده الفيسبوك بيج بتاعتي، ده كذا ده كذا ده كذا، اعمل معاك ميتنج. في كلام كتير ممكن تعمله، في كلام ممكن يتحط في الايميل تمبلت يفرق الدنيا معاك تماما. بلس ان انت اوريدي لو انت، وده انا افضل في الماركتنج ايجنسي انك تشتغل الناس اللي حواليك. يعني ما تحاولش تروح مثلا، ما تحاولش تروح مثلا امريكا وكندا، الناس اللي حواليك. لو انت مثلا في مصر، الناس اللي حواليك في مصر، روح اقعد معاهم، اعمل معاهم ميتنج، اتكلم معاهم، اقنعهم. وفي ناس كتير ما تعرفش فيسبوك اصلا، وتعمل لهم بيج، واي نوت. في السوشيال ميديا دلوقتي بقت هي نمبر 1 بلاتفورم في العالم. هذا ماركتنج، ده هيساعدك في طبعا ازاي تعمل الديل. ولا تاني، ممكن جدا خصوصا في اول كلاينت بالنسبه لك، وانت واقف على عميل او جالك معاك ميتنج وهتقفل الديل معاه، بس مش عارف. واحد مثلا صاحب محل كوشن، هو ما يعرفش حاجه، يقول لك انا مثلا عامل اعلانات، عايز مثلا اصرف في الشهر مثلا 5000 جنيه اعلانات، انت تاخد كام مني؟ انت بقى اول عميل هتبقى قلقان، ممكن اخد منك مثلا 500 جنيه مثلا. مع العلم انت ممكن تاخد منه 2000 مش 500 بطريقه ثانيه. فده هيبقى برضه هنساعدك في ده، انك تقدم بروبوزل مظبوط للكلاينت بتاعك. تبقى مور بروفيشنال. طبعا الماركتنج بلان، ازاي تعمل لما تروح تتكلم مع حد بقى خلاص. انت فكره الايميل الاول انت بتبعت ده عشان بس يعني تجيب اتنشن، وبعد كده بقى تتكلموا في التليفون، تقعد معاه 1 تو 1 وتتكلم عشان تقنعه. قول له مثلا كمثال، يعني عندك مثلا محل جزم مثلا، يجي لك مثلا 50 واحد في الشهر مثلا، انا ممكن يبقى لك مثلا 500 في الشهر. والله هو كل يفرق معانا، وعايز مبيعات. هو ما فيش معنى انت هتعلن فيه، كنت انا حتى في محل فوق مش مشكله، هو عايز نتيجه. فلما تقول له انا هعمل لك كذا 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 كذا، يكون كلامك فعلا كلام، يعني كلام مترتب وفي بلان واضحه، هيبقى الكونفرجن شبه محسوب. ده مهم جدا، وده برده الموديتور هيساعدك فيه. طبعا بالنسبه لفيسبوك ابديت قلنا طبعا هيبقى موجود، وهيبقى في فيديوهات موجوده على سلاك كوميونتي هتشرح لك ايه الابديتس الجديده، ولو اي ابديت جديد ينزل او اي تحديث او اي حاجه تبقى موجوده كلها على سلاك كوميونتي. طبعا الكامبين سيت اب او جايد لاين، تبتدي الاول هتعمل ايه الاول، تبتدي كامبين اول كذا، هتعمل ايه بعديه كذا، ده هيبقى موجود برده من ضمن الموديريتور ان شاء الله. طبعا نفس القصه برده من سكيل، ازاي تعمل اول مين تيستنج لسكيلنج. يعني في ناس برده بيقول لي اوكي انا عندي عميل وابتدي اعمل اعلانات مثلا 10 في اليوم مثلا، بس مش عارف اعمل ايه، ازود امتى؟ ما عندوش رؤيه واضحه امتى ممكن يعمل سكيل. لو جاله مثلا 10 دولار في اليوم بيجي مثلا 50 مسج، طب امتى اعمل سكيل؟ وامتى واي اعلان فيه؟ ده هيبقى موجود برده من ضمن
شغل المدرس. فتاني يا جماعه بالنسبه، عايز اتكلم بس قبل ما ندخل على الكيو ان اي، اقول لكم احمي شويه سلاك كمان في الاخر يعني. عايز اتكلم على نقطه الكريبتو، نقطه الكريبتو. كريبتو انا بتريد كريبتو، وهيبقى في شانل موجوده للكريبتو، بس انا في الكريبتو والفوركس ام نوت داي تريدر، ما بعملش داي تريدنج، ما بعملش. جماعة اي حد بيفكر داي تريد ابعد عن الفوركس وعن الكريبتو. داي تريدنج فوركس كريبتو جاربج. تريد ما فيش ان اف تي دلوقتي. تريد فيوتشر كونتراكت لو هتعمل داي تريد، ما عندكش حل تاني. وطبعا يعني ادخلوا على تريدنج روم وشوفوا بتعمل كل يوم قد ايه تعرفوا. انا اولموست دلوقتي مثلا حوالي 120 بوينت ار تي واي في 7 ايام اللي فاتوا، وحوالي 90 بوينت اي اس في اخر 7 ايام في الجمعه. ف يعني مش كلام. فوركس هيبقى هبعت انا منصور على فوركس وعلى كريبتو وعلى امازون. هبعت لوكال كل يوم او حسب موجود السيجنالز. سيجنالز فوركس بيرز مثلا يو اس دي كاب هتشتري كذا عن سعر كذا، وهتاخد بروفيت عن سعر كذا، وستوب لوس بتاعك ذاتس ات. التريد بتاعتي دايما بتاخد اسوينج تريد، ممكن تقعد يومين ثلاثه اربعه خمسه 10 ايام يوم ما اعرفش، كده تاخد وقت. اوكي نفس الكلام في الكريبتو. هقول لكم مثلا اشتري مثلا بيتكوين عن سعر كذا وبيع عن سعر كذا، ده الستوب لوس. لا واحنا طبعا كده مش مسوق ليها في مصر، عشان تكون كريبتو ازاي في مصر اي دونت نو، لكن انا بتريد سوينج كريبتو. طبعا مش بس بيتكوين، في 50000 بير كارنسي ممكن بير اوف كريبتو ممكن تكتب فيه. طبعا يا جماعه القصه دي كلها اي حد في سي في اي ويل تو جوين. طبعا انا يعني انا كنت الاول يعني فكرت ان اعمل سي في، طبعا يعني بالنسبه للترين روم لما عملتها في الاول عملتها في 64 ليه؟ لان انا يعني بيرسونالي ممكن حد الناس عارفه الكلام ده، لا في ناس يعني في ناس خطاها بالترين روم، يعني ناس قلت له يا جماعه مش هينفع اخش معاك ترين روم ام سوري، ناس عارفين الكلام ده في حد معانا ثاني ولا لا، بس ده حصل يعني. في ناس بيدفع لي اشتراك قلت له انا مش عايز ابني في التريد جروب. اي دونت كير واحد اي دونت كير سيريسلي اي دونت كير، لان انا الاشتراك الشهري بتاع التريد جروب بالنسبه لي مش حاجه. فانا عايز ناس تكون اولا ناس تكون بوزيتيف، ناس تكون عارفه تعمل تريدنج عشان ما يتعبنيش. انا بعمل ذس ماي ماني، انا بتريد ماي ماني، مش عايز اخسر. بيهمني جدا الناس تكون عارفه بتعمل ايه كويس. فكان ده كان التشالنج بقى لوحده. لا لما افتح بقى الستات كوميونتي الناس كلها باشتراك شهري بسيط وكل يدخل تريدنج روم، لا هيبقى ممكن يعملوا مشكله. بس انا هقول لكم الرولز بتاعت تريدنج روم عشان يبقى عشان تدخل معايا تريدنج روم تبقى عارف بتعمل. اولا في تريدنج روم بالنسبه للفيوتشر طبعا هي الوحيده اللي هيبقى فيها زوم ميتنج تريدنج روم ثلاث ايام في اليوم، ثلاث مرات في اليوم، هي الفيوتشر. مفيش مسموح لاي صوت فيها خالص، مش صوت نهائي، مش مسموح لاي اسئله، مش اي اسئله فيها. ده مش كيو ان اي ولا في اسئله ولا في لما تريد بيكوبي ماي تريد اند ذاتس ات. وهيبقى مشروح فيه، هيبقى فيه فيديو او اثنين موجودين في سلاك، موجودين جوه السلاك كورس هيبقى موجود فيهم ازاي تفولو مي التريدنج روم وتفكر انت محتاجه وهكذا. التريدنج روم فيوتشر كونتاكت بس لوحدها اشتراك الشهر 64 دولار 64 دولار. اقول لكم بقى اشتراك سي بي اي سلاك كوميونتي كام عشان ما تخدوش. بس حد يا جماعه عنده كده توقع برقم؟ حد جاي يقول توقع برقم كام؟ 30 ايه؟ دولار؟ 500 دولار؟ يا ريت يا ساره، بس انا مش هقدر. بصي انا ما اقدرش اعمل كده لان انا عارف كويس قوي الظروف. نو 500 جنيه. That's it. That's it. That's it. بس اعرف. يعني انا مش عارف اكتر من كده ايه. مش عارف اقول اكتر من كده ايه تاني. ده سعر سلاك كوميونتي 500 جنيه في الشهر. ادي سعره. 26 دولار في الشهر. That's it. 26 في الشهر تاخد كل حاجه. طبعا في حاجه. الناس بقى اللي بيقولوا معايا اللي بيدفعوا 24 دولار في الشهر. طبعا الناس دي كلها هياخدوا شهر مجانا، مش كلام. اي حد معايا، اي حد حاليا دلوقتي معايا انا بكلمكم في التريدنج روم هياخد شهر مجانا طبعا، بلس الفتره اللي باقيه لي. يعني مثلا انا بعتوا لي ايميل طبعا
وانا هبص على الكلام ده كله، بس اي حد معايا في يبعت لي ايميل ويقول لي انا مش عارف هو دخلت ازاي جولدن. انا مش بتكلم في المفروض يتقال جولدن الناس اللي اعضاء الكورسات، انا عارف مش معانا في الكورسات ولا لا، بس ممكن تكون كتبت محمود المفروض كلمني شوف هو عايز ايه. ف اعضاء السي في الناس اللي موجودين في فيوتشر كونتاكت تريننج روم دلوقتي اوريدي هياخدوا اكسس النهارده شهر مجانا على سلاك، مش هيدفعوا فلوس الشهر الجاي كله بلس الفتره اللي باقيه، يعني لو مثلا باقي له مثلا اسبوعين هياخد شهر ونص على التريننج روم على السلاك وهكذا. طبعا يا جماعه سلاك كوميونتي ما فيش فيها بيمنت غير فيزا او كريدت كارد او باي بال، مفيش كاش ولا فودافون كاش ولا الكلام ده. ما عندكش فيزا فودافون كاش، اشتري فيزا فودافون كاش، يعني حول كاش في الفيزا واشترك فيه. انا ليه عايز اعملها رخيصه؟ عشان عايز اشجع الناس ان هو يبقى عنده حاجه تحفزه. هو انا النهارده بقول يا جماعه اشتغلوا دروب شيب، اشتغلوا فيتشر ماركت، اشتغلوا مش عارف ايه، هو قاعد في البيت نايم. لكن لما يكون عنده اب على الموبايل في سلاك موجود فيه تشانلز مودريتور موجود بتاع دروب شيبنج يبعت حاجات كل يوم، ايه ده؟ انا عايز اشوف ايه القصه دي. حتى لو هو مش رد، يعني حتى هو حد في فيتشر كونتراكت وعمره ما خد كورس دروب شيب، بس شاف ان في ناس بتتكلم، ناس بتشرح على بعض دروب شيبنج افكاره برودكت ايه ده؟ ايه القصه دي؟ اما ادخل اتفرج، ادخل اخد الكورس واجرب، يشتري يشتغل يتشجع. فانا مش عايز سلاك كوميونتي تبقى عباره عن ناس قاعده ساكته، انا عايز تشات مع بعض. يعني مثلا دخلنا مثلا حالا دلوقتي، طبعا هيحصل كالاتي: اول ما تشترك في السلاك كوميونتي هيبعت لك ايميل خلال يعني خلال ساعه او اثنين بالكثير، هيبعت لك ايميل باللينك بتاع السلاك كوميونتي وهتاخد اكسس على كل التشانلز. عندنا مثلا امازون اي بي اي، ما بداتش لسه بقى النهارده. امازون اي بي اي انا مسؤول عنها، انا موجود في امازون اي بي اي، هيبعت لكم كل موجود نفس اللي قلت لكم عليه بالظبط. في عندنا مثلا ادي سي في اي لاونج، دي هتبقى موجوده دردشه، يعني احنا اي حد اعضاء الكوميونتي لو عايز بقى الدردش طبعا هيبقى في رولز موجوده. مثلا بالفيوتشر كونتاكت تريدنج مثلا ما يبقاش بقى صور اكل وصور ما اعرفش ايه، لا يعني ده التريدنج، خلي الفيوتشر كونتاكت تريدنج رول ده بتاع التريدنج. لو انا عندي مثلا، طبعا في حاجه هقول لكم عليها برضه، في الفيوتشر كونتراكت هحط لكم سيجنالز ثانيه لو جات لي بعيد عن التريدنج رول برضه حاجه ثانيه، وبلس تحليل يومي للماركت كل يوم موجود. نفس الكلام في التريدنج روم، نفس الكلام في الستوك ماركت، نفس الكلام في الدروب شيبنج. فخلي كل حاجه للبيزنس، يعني لو عندك اي حاجه ريليتد بالبيزنس اسالها في المكان بتاع الصحيح، هيبقى في فيديو موجود على الكلام موجود جوه الكورس هتشوفوه. عايز بقى تلغي وتهرس وتشات موجود، يعني مش هقول لك لا، عندك لانج ادخل دردش اتكلم مع الناس، صاحب ما اعرفش ايه، صاحب يا صاحب يعني قصدي يعني كرت فان بوفيت يا صاحب ناس، يعني اعمل علاقات مع الناس وصاحب عليهم وكلمه وارغوا. انا عايز كده، انا عايز الناس تعرف على بعض اكتر، الصاحب بقى طبعا يبقى في جايد لاين، مش حاجه يعدي مش حد حدوده ومش حاجه يعني يبقى كليد واضح، لكن عايز الناس تصاحب بعض وتقابل وايه المشكله وتعملوا اوت وتخرجوا بره لو في مثلا 10 من مريض وصل يتقابلوا او في القاهره يتقابلوا، اعملوا مثلا مره في الاسبوع مثلا او مره كل شهرين ثلاثه، روحوا اقعدوا في مكان اتغدوا مع بعض وعملوا بلان وشجعوا بعض. يا جماعه اول قاعده من قواعد النجاح صاحب الناس اللي شبهك، لايك مايند بيبل. لو انت بصاحب، لو انت ان فاير وعايز تعمل فلوس ومصاحب واحد كحيان، اي بروميس هتبقى كحيان زي اي بروميس كحيان يا محمد ما تصاحبش الكحيانين، اوعى اوعى تصاحب كحيان، اوعى تصاحب واحد ما عندوش امل وما عندوش امل في حياته، او شخص متشائم هيجيبك ورا. صاحب الناس شبهك، فده كوميونتي. حد ما حدش يشترك يا جماعه، هنا الناس اللي عايز تنجح اي حد كسلان مش هيشتري، اللي هيشتري ناس عايز تنجح بس مش ببلاش، يعني انا هعمل سيرفيس هشتغل في ناس في مديرات هشتغل وهياخدوا فلوس مش ببلاش، واظن المقابل بسيط، المقابل لا يسكت، مفيش حاجه ببلاش، بس في المقابل اللي هتاخدوه بنفيتس عن السيرفيس اللي هتاخدوها يعني لا تقدر بثمن. يعني انت لو حد اشترك في سيلينج جروب بس وحدها، يعني حد يا جماعه سيلينج جروب معايا النهارده؟ احنا عاملين كام سيلينج جروب النهارده بس؟ حد يجاوب يا جماعه. ماني وايز انا عامل كام في الجروب؟ لو في ناس معايا في الجروب انا في الجروب مين يا جماعه في الجروب معايا النهارده يقول لي انا عملت كام النهارده؟ لو حد شايف الجروب النهارده؟ النهارده عملت 1000 دولار. ذاتس ات. امبارح عملت 1000 دولار، 7000 النهارده عملت 1000 دولار. في يوم هتعملهم باكونت ب 2000 دولار؟ لا طبعا. يعني مش هتعمل كده، اللي انا بعمله مبالغ كبيره، لكن
لو انت بتريد ب 2000 دولار وعملت 16 بوينتس مايكرو هتعمل 65 دولار 70 دولار في اليوم اللي هو اصلا ثمن السلاك دي لمده سنه اساسا. فانت لو انت بتريد لو انت اوريدي ماشي معايا وعارف بتعمل ايه هتجيب ثمن السلاك دي في يوم لمده سنه. وهيبقى في اسعار يعني هحط كلام ثانيه لو انت عايز تشترك بالسنه هيبقى اقل سعر اقل من كده او بثلاث شهور يبقى سعر اقل من كده. كل ما تشترك اكتر يعني كل ما مده تطول اكتر وانا افضل مده تبقى اطول عشان يبقى عندك وقت. That's it. عايز ادي بس المايك لخالد اتكلم معاك شغل على الدروب شيب. خالد ريدي؟ نو مش هزيد ولا دولار. You got my word, I promise. في خالد؟ One second. طبعا يا جماعه خالد تجدي ده الناس الناجحه جدا في الدروب شيبنج جدا وشخص مش عايز اقول لكم قد ايه منظم وقد ايه فيري هيلفول فده هيأد فاليو للكوميونتي بتاعتنا بشكل لا تتخيله. وبرده هيبقى عندنا محمود شمس هو اللي مودريتور للديجيتال ماركتنج. وعلى فكره انا اوبن لو حد عايز يمسك مثلا امازون في المستقبل وعنده نجاحات يبعت لي اتكلم معاه وايضا الفوركس فاينل وايضا انا مش عايز ابقى هو منشور يعني مش عايز ابقى انا اللي قاعد كله لا عايز يبقى عندنا جروب ناس شغاله. ابعت لي احمد يا حسن ابعت لي شوف ابعت لي ايميل على سي انفو سي دي اكاديمي اعمل معاك فيديو نشوف. ثواني يا خالد خالد بس عايزك ممكن تعمل لي زهام مش شايفك على الليست ممكن؟ لا لقيتك وانسف وانسف انت راح فين يا خالد؟ اوكي اتفضل يا خالد. شكرا مستر وليد على الانترودكشن. مش عارف يا تامر انت بتسال سؤال انا ايه علاقتي دلوقتي جامد احنا في وبنار بنتكلم في حاجه معينه الاسئله دي في النوتيفيكيشن بتاع الكورس مظبوط وده هيبقى حاجات بقى انا بساعدك فيها بس هيبقى اسال في الفيسبوك جروب وهجاوب عليك ده السؤال ده الانسان ده بيتحل 100000 مره ده مشكلته ان هو مشكلته في البيئه فابعت على الفيسبوك جروب ومحمود هيرد عليك. اتفضل يا خالد. شكرا مستر وليد على الانترودكشن. اتفضل يا خالد. الصوت كويس كده؟ خالد انا مستمعك يا خالد بدري، مش سامعك خالص بقى. الصوت كده كويس؟ ما قلت لك ابعت لي ايميل، تصميم ايميل. مش سامعك يا خالد خالص على فكره انا مش سامعك، حد سامعك يا جماعه؟ مفيش واتساب ما عندناش واتساب اوكي نو واتساب جوس لا ازاي مش سامع ازاي انا مش سامع جوست وان سكند خد ماشي صوت كده حد سامعني كده سامعك كده تمام سوري كده سامع تمام اوكي اتفضل يا فندم شكرا مستر وليد على الانترودكشن انا عايز اتكلم مع الناس عن الدروب شيبينج لان انا السبب اللي خلاني اختار كورس الدروب شيبينج دون عن الكورسات الثانيه ان انا ده اكتر بزنس باسيف يعني ينفع يبقى فولي اوتوميتد كل اللي احنا محتاجينه ان احنا بنبيك ذا رايت برودكت ونبيلد هاي كونفرتنج ستور ونكريت ذا رايت اد والبزنس كله بيكون اوتوميتد مش تايم كونسيومينج زي معظم البيزنسز الثانيه ده حقيقي ده حقيقي يعني طبعا عشان انا يعني ابتديت من الصفر ما كانش عندي اي خلفيه عن الدروب شيبينج قبل ما اخد الكورس فقابلتني كل التشالنجز اللي بتقابل الناس دلوقتي ما بين البيمنت بروسيسنج للفيسبوك بانز انا وفي الاول طبعا انا كنت سوبر اكسايتد فبتست اي برودكت يقع في طريقي واي سبنت ا لوت اوف ماني لحد ما ابتديت ادفلوب ان اي فور ذا ويننج برودكت وابتديت اعرف الهاي كونفرتنج برودكت بيج بيبقى شكلها ايه يعني وات اي ليرند كان من الكورس ومن الفلوس اللي صرفتها والترايل اند ايرور وانا يعني هكون مع الناس ان شاء الله بحيث ان ما حدش يعني ميك اي ميستيك انا عملتها قبل كده يعني to spend الناس تعرف to invest their money in the right way for the right product بحيث ان هو يقدر يريبليكيت السكسس اللي قدرت اوصل له ان شاء الله في اقل وقت ممكن.
انا اوريدي بس امبارح في... نزلت اتفضل 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 امبارح انا نزلت اول فيديو على سلاك ازاي الناس تسيت اب سترايك. نزلته فين؟ لان ده كان موجود دروب شيبنج اهو موجود اهو في دروب شيبنج. انت ما شفتوش؟ لا لا من امبارح موجود. حطيت كل الريكويرمنتس واخترت يعني احنا محتاجين طبعا مش عايزين نخش في ديتيل بس ارقام تليفون وعناوين في امريكا وكده. حطيت كل السيرفيسز فور فري يعني الناس اللي هتمشي على الفيديو بالظبط مش هيدفعوا اكتر من $15 بس في ان هم اكستراكت الاي اي ان نمبر وخلاص على كده. واو لان انا مش عايز الناس تسبند ذير ماني في يعني حاجات مش افكتيف قوي. وان شاء الله من بكره هبتدي انزل اول برودكت معانا وغير ان انا احط اللينكس بتاعت البرودكت والبريك ايفن ار او اس بتاعه واللينكس للكومبيتيتورز. انا هعمل فيديو لكل برودكت اتكلم عنه شويه انا ليه شايفه ان هو ويننج برودكت. واو ان شاء الله ومستني اسئله الناس فانا مستعد. ايه النصيحه يا خالد تقول اي حد مش عايز يشتغل دروب شيب؟ بيشنس و don't quit لأن مستحيل أي حد أول ما بيبدأ بأول ستور بأول product هي make it على طول كده صعب. لازم 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 عندك patience ولازم أنا يعني الموديول بتاع change your mindset for success هو ده كان game changer بالنسبة لي. ما أنا كنت هكويت بعد أول failed attempt قبل الموديول ده مستحيل كنت أكمل بعد خسارة $70 في أول failed test مستحيل كنت أكمل بعدها. فالنصيحه اللي بديها لهم ان هي فعلا change your mindset زي ما حضرتك قلت في الموديول ده و don't quit to success doesn't come overnight you have to do your homework. وانا مع كل واحد ان شاء الله لحد ما يقدر ان هو يبيلد سكسسفل دروب شيبنج ستور. يا جماعه الناس برضه خالد عارفين يا جماعه الكوميونتي دي او سلاك كوميونتي دي انا اصلا one of my deep my plan انا بدات كورساتي من سنتين سنتين تقريبا 22 وقت ما عملت اول فيديو سجلت فيه الكورس دي كان كورس دروب شيب وقتها كان one of my plans ان انا عايز يبقى عندي كوميونتي. السؤال هل اتحققت مثلا بعديها بشهر بعديها بشهرين بعديها اسبوع؟ نو سنتين. اوكي goals take time الاحلام بتاخد وقت تتحقق. المهم ان يبقى عندك الصبر ده وان عندك البليف ان انت تقدر تحققه. لان انت لو انت مهما اشتغلت هارد ومهما عملت وانت حاسس ممكن انت مش ورثي اناف او انت مش شاطر اناف او انا مش ده انا حظ كده في الدنيا او ده ايراد بتاعي الفدان اللي باخده من حياتي اللي علمونا التخاريف بتاع زمان دي مش هتعمل حاجه. شوف زمان دي. لازم تبقى عندك تبقى فايتر. اوكي فايتر البيزنس ده سواء كان دروب شيبنج ديجيتال ماركتنج فوركس فيوتشرز امازون انت ممكن يبقى عندك الخمس ست بزنس دول شغالين. انا اقول لكم مثلا الدي روتين بتاعي بقى عامل ازاي. انا بصحى الصبح الساعه 6 الصبح بصحى 5 الاول بس بصحى 6 عشان اقول له صيف وكده 6 ان ذا مورنينج بصحى الصبح او ما بصحى من النوم الصبح باخد العيال الافاعي عندي 3 عيال ولادين وبنت وفي سنه 11 وبنت 6 سنين باخدهم من قفاهم من على السرير من قفاهم ياخدوا ايه كولد كولد شاور ونجري في الشارع ساعه. تخيل بقى انت بتصحى عيالك الساعه 6 الصبح وعلى فكره عيدون كي اذا كنا في الشتاء او في الصيف يعني ساعات بيبقى ماينس 20 خدهم معايا ونقعد نجري في الشارع ده غلط. بس بعمل كده ايه؟ انا مثلا بعذبهم بعلمهم قطف وبمشيهم يعني في حته بيمشي فيها كده مدق اللي انت صورتها فيديو قبل كده اللي عملتها عباره عن مدق كده غريب وسط غابه وانا قاصر ان انا ماشيه في المكان ده مع ان ممكن نختصر الطريق بمكان تاني اسهل واسرع وطريق سيف. انا مش عايز كده واقول لهم كده دايما ده الطريق السهل ده اللي معظم الناس تمشي فيه على فكره اللي هو الطريق بتاع 9 to 5 اللي هو الطريق انك تروح بتاع نتفليكس طول اليوم طول الليل وطول اليوم وماسك الفيسبوك. في طريق تاني اصعب شويه ممكن ما تنامش شويه تنام اقل شويه عندك هيدك بتتعب اكتر بس اللي هيوصلك نجاح هو الطريق الصعب لفتره لحد ما ترتاح. بعد ما بخلص بفتح التريد جروب اعمل التريد بتاعي من الساعه 9:30 الساعه 10 10 ولا بالكثير خلص تريدنج اروح الجيم الساعه 11 10 ونص ارجع تاني اقعد على المكتب الساعه 1 1 ونص افتح الاعلانات بتاعتي شوف عملت ايه. طبعا دروب شيبنج بياخد معايا في اليوم بنص ساعه لساعه ده بالكثير ممكن ربع ساعه. كل اللي بعمله انا بشوف بس بكلم السبلاير كل حاجه عندي اوتوماتيك. خالد ما ببعتش فلوس كل حاجه بيني وبينه كل حاجه بيني وبينه اوتوماتيك عندي
عنده اب نزله على الستورز بتاعتي بيسحب فلوسه اوتوماتيك. بس بقى شكل اعلانات بكلم ماركت ايجنت بتاعتي عملت كام اعلان عملت مش عارف ايه شيء الساعه ساعه بكثير افتح تريدنج روم الساعه 3:30 اخد الساعه 2 اخد اذر تريد وبعدين اعمل تاني اشوف بقى الماركت ريكاب بتاع الفوركس شوف لو في حاجه تانية. يعني لو بصيت الوقت اللي انا بشتغل فيه في اليوم شغل فعلي يعني ما بيجيش 3 ساعات او 4 ساعات بكتير بس انا بشتغل شغل فعلي ذاتس ات وبعمل فلوس ما بيعملهاش اكبر سي او في مصر لو ممكن يكون قاعد ما بينامش بخش الحمام فانت عشان تعمل بس هل ده حصل اوفر نايت؟ لا طبعا سنين تعب ده ممكن كلكم يبقى نفس النتيجه بالظبط جارانتي لو انت بس ستيك معانا وخدت واهم حاجه يبقى عندك الصبر واهم حاجه يا جماعه بص ايديكم تقروا يعني لما خالد مثلا يكتب بوست زي ده او مثلا بوست هي جايز ويلكم ما اعرفش ابوس ايديكم تقروا للنهايه معلش اعتبروا بوست كوميدي على الفيسبوك اعتبروا كده اقرا للنهايه كان عندك صبر حاطط فيديو زي ده مثلا انت عملت بلاي ما تعملش سكيل شوفوا للنهايه شوفوا اتنين مره اتنين تلاته اربعه خمسه لازم عندك صبر عشان تتعلم ذاتس ات عندك patience. حاجه ثانيه طبعا هيبقى فيه رولز هيبقى موجوده في واضحه جدا في السلاك كوميونتي عشان ما حدش يتعدى حدوده او عشان الموضوع سهل بس مش عايز يعني مش عايز الموضوع يبقى بيزنس بس يا جماعه عايز نبقى كوميونتي مع بعض عندنا هنا سي في اي لاونج ندخل نتكلم دردش نضحك نحط صور ما اعرفش ايه انا اكلت ايه النهارده انا اكلت ما اعرفش ايه حط صور اللانش بتاعك حط صور انت في الجيم اعمل انت عايز هزار وضحك طالما مش طالما في حدود اللياقه والادب اعمل انت عايز تعمل طيب احنا مش جايين هنا نستريس اور سيلف بالعكس نقعد ندردش نتكلم احنا عايزين نعمل فيديوهات صور انت عايز تعمل عندنا برضو في شانل بتاعت سي في سبورت عندك بقى اي مشكله في الاكونت بتاعك اكونت سي في اي يعني عندك اي مشكله ما اعرفش بايه اسال هنا اسئله هتجاوب عليها عندك مشكله في الكورس نفسه ايا كان يعني برضو ابعته لي في سي في سبورت ده بس زي الفيسبوك نفس الكلام برضو حطه هنا وانا هجاوب عليك انا مبسوط ان انت على بس اوكي محمود شمس معايا محمود طيب محمود عايز يتكلم معاهم على ديجيتال ماركت وان سكند ممكن بس محمود بس علامه ريز هاند مش شايفه يا واحد اعمل علامه ريز هاند مش عارف اقرا اسمك وان سكند اوكي اتفضل محمود طبعا كلكم عارفين محمود طبعا مساء الخير يا شباب سامعيني كده يا شباب؟ سامعك اتفضل تمام شباب انا اقول لكم اتعرفكم بس بنفسي انا معاكم محمود انا مع ماستر وليد داخل اهو في سنتين بدات معاه في كورس الدروب شيبنج والحمد لله دخلت معاه الفيوتشر وطبعا اكتر حاجه مركز فيها هي الديجيتال ماركتنج انا بس عندي بس تعقيب حتى مستر وليد قاله هو مشكلتنا كلها عامه اي مشكله زي مثلا حد كان بعت في موضوع الشارت وكده المشكله اللي احنا بنكروت الفيديو لو اتفرجت عليه كويس او ركزت او كانك في الكليه انت بتراجع مره واثنين وثلاثه عشان تفهم مشكله الناس بسرعه ويجي يقول حاجه انا عندي مشكله الدنيا واقفه معايا لا انت ركز اكتر وشوف اكتر طب ما انا اتعلمت منين سوري ولا قاعد معايا ولا قال لي تعالى يا محمود اعمل كده لا انا خدت نفسي زيكم بالظبط خدت الفيديوهات واشتغلت عليها انتوا بس اشتغلوا على نفسكم اكتر وما تكسلوش هتكسل مش هتعرف تعمل اي فلوس بدايه بقى محمود عنده ماركتنج ايجنسي بالنسبه انا بصراحه انا خدتها يعني زي ما بيقولوا ايه خدتها من تحت الصفر يعني انا كنت شام اي حاجه خبطت ولا حد ساعدني ولا اي حاجه انا بس انا كنت هو برضه يعني انا برضه بالنسبه محمود طلع في التلفزيون يعني عامل شغل انا عندي كام انا عندي كذا بيج يعني ملابس اطفال وملابس حريمه وحاجات كده دلوقتي يعني الحمد لله من كتر ما انا بقيت الحمد لله كويس يعني هم طلبوني وطلعت على فيات النهار يعني انا والمدام احنا مع بعض وطلعنا واتكلمنا هي البدايه عايز بس انت تشتغل على نفسك اكتر ويبقى عندك يعني ايه تطلع اللي قدام لا انا عندي في بلان هعملها انا هوصل انا هعمل هتلاقي نفسك وصلت
اهم حاجه في الشغلانه بتاع الديجيتال ماركتنج في مصر هي للاسف بس مش زي نفس فكره بره وزي الدروب شيبنج لا هي للاسف شويه عشوائيه شويه، بس كل حاجه وليها حلها. واهم حاجه الامانه، لان للاسف الشغلانه دي فيها ناس كتير صغيرين مش فاهمين اي حاجه بيخبطوا ومبوظين الدنيا كلها، ومش من يوم ليله انت فجاه تلاقي كل الناس بتجري عليك ويلا تعالى اعمل لي اعلان. لا ده ياخد فتره، انا قعدت داخل في سنتين ولا سنه ونص لغايه وصلت اللي انا فيه. انا كنت من تحت صفر، بدات مع يعني شوف الناس اللي حواليك، قرايبك، صاحبك، اي حد فاتح مشروع. يعني انا واحد صاحبي لسه فاتح مشروع هو دار العماره للتصميمات والانشاءات والديزاين وكده، وبيبني وبيعمل. دخلت معاه، انا ماليش في القصه دي، بس دخلت قلت تعالى انا اعمل لك، فتحت له البيج وشغال دلوقتي بعمل معاه اعلانات. لازم توسع نفسك وتتكلم وتبقى عامل بلان كويس عشان تقدر تشتغل، دي اهم حاجه. تاني حاجه الامانه، العميل لو حس ان انت يعني بتسرقه او بتشتغله او الكلام ده مش هيشتغل معاك تاني. يعني ما تفرحش مثلا باول مبلغ دخل لك وخلاص كده لا انا عملت فلوس، لا اهم حاجه الامانه. انا معظم الناس اللي شغالين معايا بيدوني فلوس والله ما بيسالوني انا صرفتها في ايه، خلاص هم واثقين فيا وعارفين شغلي وعارفين نتايجي. اهم حاجه تعمل للعميل البلان بتاعته، تفهمه الدنيا ازاي، وكل ده انا هبقى معاك. محمود عايز باختصار، بس محمود باختصار كده على بوينت، يعني ايه اللي ممكن نقدمه للناس از ديجيتال ماركت مديريتور؟ اول حاجه مستر وليد هي مشكله التحديثات. الناس كلها فاكره ان التحديثات وايه ده الكورس ده ما فيهوش حاجه، لا هو الموضوع واحد والمضمون واحد ومفيش اي حاجه، هو الفيسبوك بس بيغير بيعمل اشكال بس، يعني ايه زي ما بيقول بيصرف شويه على ايه على شكل الفيسبوك مش اكتر، بس المضمون هو هو والفكره هي هي. هو ما يقدرش يلعب في المضمون، لو وقف في المضمون كلنا هنقف، ما احنا هنتعلم منين؟ هنرجع نتعلم تاني؟ لا هو الموضوع واحد. ده اول حاجه اقدر اساعدك فيها. موضوع الاكونتات اللي بتتقفل بسبب اللي احنا كلنا ما بنقراش، دي برده مشكله. اقرا سياسات الفيسبوك سهله، حتى لو مش بتاعك ضعيف عندك جوجل ترانسليت هيحولها لك، تقعد تقراها وتبقى فاهم كل حاجه بيقولها، هو شارح كل حاجه. دي هساعدك فيها برضه، هقول لك هتعمل ايه. عايز تبدا تفتح وتشتغل وكده هفهمك ازاي تبدا، ازاي تكلم العميل، ازاي تبدا معاه، ازاي مثلا تبدا معاه كامبين. هعلمك كمان ازاي تدخل للعميل، ازاي يعني ياخد ثقه فيك وتكبر له شغله، وازاي تشتغل معاه اكتر، وازاي تلاقي نفسك التليفون الناس بتتصل بيك والله انا عايز اعمل افتح شغل معاك. ده كله ده انا هساعدك فيه. اي مشكله اي في محمود انا مرات ما كلامك فيه على طول كان برده حاجه طريفه اللي حصل معايا زمان قوي. اول ما اشتغلت في الماركتنج كنت عايز اجيب عملاء مستعجل جدا، فكلمت مره بعت واحد ايميل فقلت له انا عايز عمال اتكلم ابعت ايميلات للناس وما حدش رد عليا، زي ما اتكلم 8 سنين تقريبا اكتر من سنين. فقررت ان انا عايز ابعت ايميلات للناس اقول لهم يا جماعه طب انا شاطر في الماركتنج بس ما تدفعوش فلوس، انا هديك 4 دايز فري ترايل، اوكي جرب لي 4 ايام وهدفع اعلانات من جيبي. تخيلوا يا جماعه هدفع اعلانات من جيبي، طبعا كان فكره عبيطه جدا محدش يعمل كده، خطر جدا. عملت كده طبعا، والحقيقه في ناس فاقت معايا بعديها، بس طبعا التكنيكس انك تتعامل مع العميل بالمنطلق ده هيوصل له احساس ان انت واقع، خد بالك ان انت واقع مش لاقي عملاء، فده مش يعني مش عايزين يبقى الدرجه دي. فالموضوع عايز يبقى ماسك على سنه ونص، تعامل عميل من منطلق ان انت عارف بتعمل ايه كويس قوي، بس في نفس الوقت انا هخليك تجربه وتشوف. وانا برضه هقدر اتكلم. فبالنسبه لموضوع فتح الاكونت كل ده موجود في سلاك كبير، محمود هيشرح لكم القصه كلها، يعمل لكم كذا فيديو ايه الفرق بين التحديث الجديد والقديم، ازاي تعرف الفرق بين الاثنين، ازاي تتماشى ما بين التحديث القديم والجديد. دايما موجود في الديجيتال. ايه تاني يا محمود؟ وكمان مستر وليد دي بيتكلم في موضوع الشات. هو عايز يبقى الموضوع مش بيزنس والدنيا تبقى قافله، لا انا عايز كلنا مع بعض، اي حد عنده خبره يقولها للتاني عادي، وايه المشكله؟ نتكلم مع بعض، ممكن انت عندك حاجه تفيدني انا افيدك انت تفيدني، الموضوع يكبر. يا جماعه بصوا انا نفسي بس نفسي ستاب كوميونتي دي يبقى بالنسبه لكم الفيسبوك بتاعكم بس، يعني نفسي بدل موضوع يعني يا جماعه لو انت دخلتوا حال دلوقتي عملت مثلا في لو عندك ايفون او اندرويد او تبقى ودخلت عملت انت تقضي وقت قد ايه على السوشيال ميديا انت هتتفاجئ بالرقم والله هتتفاجئ مش بهزر. اعمل حاجه كده وقولي ما راندوم يعني لو حد عمل بس سيرش كده التوت سيتنج انت بتقضي قد ايه وقت على السوشيال ميديا اتحداكم مش اقل من 3-4 ساعات في اليوم بتويست 3-4 ساعات في اليوم عشان كلام فارغ
اعتبر دي بقى سوشيال ميديا فور بزنس. ادخل معانا فيها، ادخل دروب شيبنج، اتكلم، اسال اسئله. حتى زي ما هو محمود بيتكلم، مش عايزين الموضوع يبقى بس يعني يبقى بورينج واسئله بس. ادخل على اللاونج وارخي مع الناس لايك مايند بيبل، اتكلم معاهم، ارخي. ايه ده، انا عايز انجح، اعمل ايه؟ مش عارف ايه، انا معايا فلوس كذا، فبعمل ايه؟ ارخي، صاحب على الناس، ده اللي عايز. ايوه تمام. وكمان مستر ريد يعني هو برضو زي ما بيبص على الفيسبوك، انا خليك برضو تتفرج على الفيديوهات وتتفرج وتشوف ايه البوستات والكلام ده، بس انا هخليك تبص يعني مثلا البوست اللي انت بصيت عليه هخليك تبص له بصه ثانيه غير البصه الاولانيه. يعني انت دخلت كده يعني ايه بتهرج بتقلب، لا انا خليك تقف على البوست افهمك تبص ده ليه كتب ايه، هخليك تخش على حاجات تشوف الاعلان ده جالك ليه وهو كاتب كده ليه، ولو كتب كده هو شدك ولا لا، الاعلان ده شدك ولا لا، كل ده هتتعلمه. يعني انت مش هتاخد الفيسبوك ده بالنسبه لك اللي داخل تتفرج على صور وشير ولايك والكلام ده، لا موضوع اكتر من كده بكتير. والشات والكلام ده لو في اي مشكله نجاوب لبعض، وانا مثلا قلت حاجه الثاني يقول لا والله اصل حصل معايا موقف زي ده، لان اكيد انا ما حصلش معايا كل حاجه، فهنساعد بعض وانا ابقى معاكم على طول طول الوقت. اه يا محمود، انا سوق سايد برضه جماعه تاني، محمود من الناس اللي يعني كان هو داخل معايا التيم بتاعي بسبب ان هو نجح في الدروب في الديجيتال ماركتنج. اولا يعني انا بحب الناس الناجحه، عايز برضه بقول تاني الناس، مش بتكلم حتى بس يعني حد تاني شايف ان هو مؤهل انه يمسك امازون يكلمني معايا، وانا من الصبح لو حد مؤهل فوركس معايا وانا مش عايز ابقى اول ما نشوف فعلا فيوتشر، ما حدش يقدر يشتغل فيوتشر. لو حد يعرف يتعدى لي فيوتشر تعالى، بس للاسف ما حدش يعرف. شوف بقى ثقتي في نفسي، انا بقى مش بهزر يعني، لو لقيته حد، لو في حد بيشتغل فيوتشرز ويعرف يعمل انا بعمله فيوتشر كونتراكت، تعالى لي ونعمل هو تحدي كده انا هو بقى. شهر كامل تريدنج انا هو بقى، شوف مين فين يعدي الاول يعمل بول بروفيت، ولو عمل اكتر مني همسكه فيوتشر كونتراكت. ايه رايكم؟ حد قابل تحدي؟ ده تحدي جامد بصراحه. ما عنديش مشكله والله، ما عندي مشكله، انا عارف عارف والله صح خالص على فكره، بالعكس ريحت. بس لو في ده يعني مستر ريد والله نفسي ارتاح من القصه دي. حد ها ده والله ممكن اعمله، صدق والله نط، ممكن اعمل تشالنج دي على الشانل بتاعتك فيتشر كورنر. لو حد شايف ان هو يقدر يتحداني يعمل بروفيت اكتر مني في فيوتشر كورنر لمده شهر واحد، ونتدرب هو مع بعض لمده شهر، نفس الماركت نفس الوقت نفس كل حاجه، ونشوف لو عدالي خلال شهر همسكه التليفون. ايه رايكم؟ هذه حاجه ممكن احطها برضه تشالنج بس مش دلوقتي. تمام كده يا شباب. فاللي هيحصل كالاتي، او اي حد طبعا الناس الثاني، الناس المشتركه في الفيوتشر كود تريننج روم، دون وري مش محتاج تعمل اي حاجه، هضيفكم من النهارده لسلاك كيو دي مود شهر بلس الوقت اللي فاضل ليك من الفيوتشر كود تريننج. الناس اللي عايزه تشترك بمنتهى البساطه هتدخل على فيوتشر كونتراكت سلاك كوميونتي، سوري السي بي سلاك كوميونتي اللي هي دي، هتعمل سبسكرايب تدفع 500 جنيه تاخد شهر مود شهر. وهيبقى في اوبشن ثانيه قريب جدا من خلال يوم او اثنين، اشتراك 3 شهور هيبقى سعر ارخص من كده، اشتراك 6 شهور، اشتراك سنه، كل ما المده طول كل ما السعر هيقل. كل ده محتاج انت تشترك هنا ذاتس ات. طبعا مفيش تاني، مفيش فيها فودافون كاش يعني. حاشي بدخول يا جماعه، انا معيش فيزا، انا عايز اعمل فيش فودافون كاش. معكش فيزا ممكن تحول من فودافون كاش لفيزا، تعمل في مصر اعتقد، معرفش ازاي بس ممكن محمود يقول لكم تعملوا هسه. اوكي بس هفتح الاسئله بقى يا جماعه، حد عنده سؤال؟ اتفضل يا عمر. اتفضل يا عمر. عمر اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا عمر اتفضل. حضرتك قلت في ابديت جديد وكده، الناس الاعضاء القديمه يعني مشتركه في كل الكورسات، هنشترك فيها تاني؟ يعني هيعدي فتره ونشترك فيها تاني؟ اشترك في ايه معلش؟ يعني انا مشترك في كل الكورسات، كنت دافع 500 جنيه، فحضرتك عملت ابديت جديد هيبقى اشتراك شهري. انت على ايه حبيبي؟ انت بقالك قد ايه في الميتنج؟ بقالي شهرين اهو. بقالك قد ايه في الميتنج ده؟ بقالي قد ايه في الميتنج ده؟ داخل 10 ونص. ما لحقتش اسمع كلام من اوله. هيبقى ريكورد اتفرج عليه من اوله. اوكي؟ تمام. يعني الناس الاعضاء الريكورد فيرجن هحطها على كل جروبس، صار على براحتك وبعد كده تفهم كل حاجه. خلاص تمام. يعني الناس الاعضاء القديمه هم مش هيتفرجوا. حط الريكورد فيرجن تفهم كل حاجه لما تشوفه كله، بس ركز اهم حاجه تركز.
خلاص تمام. طب التحديث الجديد اللي في كورس الديجيتال ماركت هينزل برضو ولا ايه؟ تاني تاني يا عمر التحديث الجديد اللي قلت ايه من دقيقه بالظبط؟ خلاص تمام ماشي، احط الكوردد فيرجن، اسمع وركز اتفرج كلها. خلاص ماشي مستني. شكرا. كل سنه. طيب مستر علي محمود صالح اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا دكتور سؤال سطحي جدا، معلش مش محترف زي حضراتكم. الوقت القرص بتاع الامازون اف بي اي، هل طبعا انا مدير مالي ومبرمج محترف ليا برامج باسمي يعني واخد على كوبرايتس، هيفيدني ان انا اعرضها على الموقع اللي هو امازون يعني ابيع البرامج بتاعت على امازون؟ هل الكورس ده هيفيدني؟ نو امازون برودكت، بس برودكت فيزيكال برودكت مش سوفت وير، فيزيكال برودكت. طيب انا الوقت الاخت اللي كلمتها على فاطمه تقريبا اعتقد قالت لي قلت لها قبل ما اشترك قلت لها هينفع معايا كذا كذا، قالت لي ايوه هينفع في امازون. ايوه قالت لي الكورس بتاع امازون هيمشي معاك. معلش سؤال، فين السؤال؟ ايه السؤال؟ ليه؟ ايه السؤال؟ فين السؤال؟ انا جاوبتك على السؤال مظبوط؟ مفيش ليه بس مفيش ديجيتال برودكت على امازون بس فيزيكال. طيب تمام. طب يعني طب انا الوقت مش هستفاد يعني اذا ممكن استرد فلوسي؟ شوف محمود بعد اذنك رجع لي فلوس. اسمك ايه؟ علي محمود صالح. ريتيرن الفند هيم. ريفند. تمام. ريفند. ثانك يو. تمام شكرا. مين تاني؟ محمد حسن اتفضل يا محمد. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. اتفضل. ازيك يا مستر وليد؟ لو سمحت، هو كورس الفوركس والكريبتو متاح على الموقع اصلا؟ ان انا لو عايز ابدا عشان اخش السلاك مع حضرتك. وانت اصلا معاك كورسات ولا؟ انا معايا كورسات، بس هو كورس الفيوتشر تقريبا المفتوح، ما اعرفش اذا كان كورس الفوركس والكريبتو. وانت لو انت مشترك في الفيوتشر بس بتاع الفيوتشر بس، لو انت مشترك في كل كورسات بتاع كل كورسات حسب انت. انا مشترك في المبادره، فانا ما اعرفش اذا كان كورس المبادرة الفوركس. المبادره فيها كل حاجه، فيها كل حاجه يعني الفوركس والكريبتو مفتوح، كل حاجه موجوده. طيب تمام. طب بالنسبه لكورس ال ان اف تي يعني لو سمحت، مش دلوقتي خالص، مش دلوقتي ليه دلوقتي؟ هو تقريبا المجال في بدايته، فانا كنت حابب مش زي ما انت متخيل، بس اسمه بس مش يعني مش ده مش هيجيب لك يعني مش هيجيب لك ماسيف انكم بكره الصبح. ركز في موجود دلوقتي، بتجيب فلوس دلوقتي لحد ما يجي وقت. تمام يا مستر وليد، يعني كورس الفوركس متاح يعني ان شاء الله عشان ابدا في الموضوع ابدا فيه ان شاء الله. شكرا. بالظبط. تمام يا مستر وليد، شكرا لذوق حضرتك، شكرا وكل سنه وانت طيب. شكرا. احمد عبد الله اتفضل. مساء الخير يا مستر وليد. اتفضل. لو سمحت يا مستر وليد، انا دلوقتي كنت بقالي فتره بحضر نفسي عشان اعمل حساب يكون خاص بيا على فيوتشر كونتراكت. بس دلوقتي انا مثلا لسه قدامي وقت بقى اجمع المبلغ اللي انا عامله لنفسي عشان ابدا فيه، عشان ابدا فيه بريحيه. يعني حضرتك قلت لنا ان المبلغ كل ما كان كويس كل ما كنت انت طبعا ترتاح. فانا دلوقتي في مثلا في فتره زمنيه شهر او شهرين مثلا مش عارف محتار ابدا اشتغل في ايه لغايه مثلا ما احقق اما اجمع المبلغ ده. فانا يعني يا ريت حضرتك لو تنصحني بحاجه، خصوصا ان مثلا انا ايه لسه شباب 24 سنه وما كنت يعني مثلا عايز اني شغال عشان مثلا الحماس اللي جوايا ايه مش هنطفي، عشان من ساعه ما ابتديت اجمع في الفلوس وبس اللي هو شغل العادي الروتيني اليومي اللي هو مش في اي حماس بجميع على بعضه. وابتديت احس ايه انا ايام الكورس والله يا مستر وليد كنت اجي مثلا من شغل ده اقعد 3 4 ساعات قدام الكورس ما ازهقش واعمل احاول اعمل اي حاجه ليها علاقه بالتريد، وكانت يعني قمه المتعه، قمه المتعه بالنسبه لي. انما لما مثلا حطيت تركيزي كله ان انا اجمع فلوس عشان ابدا بعد كده ابقى اعمل الحكايه قلب موضوع تاني خالص. يعني طب عايز اسالك سؤالين يا بابا، عايز اسالك سؤال معلش. السؤال الاولاني، انت لما ابتديت تجمع فلوس هل بطلت تريد؟ يعني بطلت تريد عادله بس تجمع فلوس بس؟ ايوه. ما ينفعش في حاجه اسمها كده برضه؟ في حاجه اسمها كده؟
لا مستر وليد، يعني التريدنج لو انت بطلت تريدنج يبقى تبطل ستوب، ما ينفعش تبطل تريدنج. فهو دوت اللي تعبني نفسيا اصلا. يعني ايه تعبك نفسيا؟ ايه تعب بكره الصبح؟ ايه التعب في كده؟ بكره الصبح مش 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 من مش من التريد، عشان ال 15 يوم الفري اللي باخدهم من نينجا تريدر انا قعدت اجددهم لغايه لما تليفونات البيت حرفيا كلها مش يا جماعه. قلت لو بتسمعوا اللي بقوله في الفيديوهات كنت فهمت. حط اربع تسعات في التليفون، حط خمس خمسات، حط ثمان ثمانيات، مش فارقه تليفون، كل مهم بس ايميل عشان يرجع عليه الجزء من باسورد بس. لا عشان الايميل يا مستر ويلي. اعمل ايميل جديد، اعمل 50 ايميل جوجل ببلاش يعني، اعمل كل اسبوعين ايميل جديد بس. اعمل احمد علي اندرسكور دوت كوم وبعدين 1 3 4 اي 7 8 5 اي مشكله واي لاف. كل اسبوعين اعمل واحد صعبه. ميرسي يا مستر وليد. ما ينفعش تبطل تريدنج خالص خالص. كلام حضرتك مظبوط. حط نفسك ساعه ساعتين في يوم تريدنج بس. الحاجه الثانيه، انت عايز بيزنس يشغلك جنب شغلك اللي انت بتحوش منه. مظبوط مظبوط يا مستر وليد. طب انت عندك وصلت عندك مثلا ديش ماركت كورس، عندك دروب شيبنج، اي حاجه ولا ايش؟ ايوه يا مستر وليد، انا اشتركت في كل الكورسات، كل الكورسات خلصت فيوتشر ويعني سحرني بيه، العالم ده سحرني حرفيا. فبقيت مركز عليه. اشتغل ديش ماركت. لو انت عندك مثلا، لو معاك مثلا 70 80 دولار ممكن تضحي راس مال، ممكن تشتغل دروب شيب. ما عندكش راس مال اشتغل ديش ماركت، مش محتاج راس مال. اوكي اشترك معانا في سلاك كوميونيتي واسال ناس واشتغل وتفاعل وتحمس واشتغل. اوعى تفقد حماسك، اوعى. اوكي لو فقدت حماسك ترجع زي ما كنت. كلام حضرتك مظبوط والله يا مستر وليد. انا من فعلا من ساعه ما كنت كلمت حضرتك برضو من قيمه شهر في ميتنج قلت لي ساعه ما كنت سالت حضرتك قلت لي لا الاحسن لك اكيد انك تفتح بيرسونال اكونت. فانا جيت افتح بيرسونال اكونت قلت ياخد شويه وقت عبات. بس في الفتره اللي انا مستنيها دي حرفيا يا مستر وليد مش احساس قذر انك تبقى عايز كده. مش لا تريد بس تريد ديمو اكونت. وانت بتريد ديمو اكونت اعمل البلان بتاعتك. لو انت خلصت كورس فيش اكونتك تعرف انت عامل اسمها. خلصت والله يا مستر وليد. ومن مكاني دوت بقول لاي حد انه فعلا هيستفاد منه جامد والله، هغير حتى في شخصيتي. ربنا يخليك. ميرسي جدا. ميرسي يا مستر وليد. اتفضل. يوسف اتفضل. اتفضل يا محمود سامي. بس انا تريز هاند بس عشان اشوف. يا مستر اقول اتفضل. سوري ده بقى لي شهر دلوقتي مشترك في الكورس وبدات في الديجيتال ماركتنج الحمد لله، يعني قربت اخلصه. بس يعني مش عارف اكشلي ابدا منين، يعني اكمل في الديجيتال ماركتنج ولا اخش بقى في فيوتشر دلوقتي ولا امشي الاثنين بارل مع بعض. يعني انت لو دخلت سلاك كوميونيتي هتبقى ماشي كده كده في الديجيتال ماركتنج، انت عارف هيبقى في موديل يوقفك على رجلك. وفي نفس الوقت امشي في الفيوتشر كونفرت ده مش هتعرف. تمام. لو انا معايا هياخد معاك وقت. هياخد شهور يعني، مش هياخد في يوم وليله. فيعني واي نوت اثنين بارل مع بعض. ايه مستر حضرتك قلت ايه؟ يعني اثنين مع بعض واي نوت. تمام بارل. اوكي طيب حضرتك اما صاحبنا احمد عبد الله قال حضرتك قلت له ان انت يعني اعمل اكونت جديد عشان يخش بيه 14 يوم تانيين على نينجا تريدر. مظبوط؟ مظبوط. طيب هل هو لو عمل اكونت جديد وخش على نينجا تريدر هل هيعرف يتريد اصلا؟ مش لازم يكون مع ايرن ماكس او كده، ولا ممكن يتريد من غير ما يكون مع حد، يتريد كده عادي فري يعني؟ سؤال بس، هل انت دخلت كورس فيتش اكونتك ولا لا؟ لسه. طب يبقى ده ما تخش لما تدخل هتفهم. ايه لما تدخل هتفهم. تمام حبيبي. بس اسال يعني لازم اكون مشترك ولا ممكن اتريد بمجرد ان انا معايا ايميل؟ لا ديمو اكونت مش محتاج تشترك في حد. تمام مش محتاج اكون مشترك في حاجه وعامل بيرسونال اكونت. لا 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 ديمو. تمام. ما هتريد بايه؟ هتريد من فلوس؟ ديمو. يس ديمو اكونت. ديمو. اه بالظبط. تمام اوكي. تمام. تمام. سيجو اسلام اتفضل. بسمع صوتك قوي. عارف سامعني حضرتك؟ سامع بس صوتك قوي شويه بس. اوكي اتفضل. اوكي دلوقتي حضرتك خلصت كورس الفيوتشر كونتراكت اوكي وعايز افتح بيرسونال اكونت. تمام. واشترك في التريدنج روم مع حضرتك. اوكي اشترك في في التريدنج روم. وانت بالك قد ايه في الناس بالك قد ايه في الفيديو معانا في الويبنار ده؟ ايوه حضرتك من اول البدايه. ايوه
طب انا مش سمعت ان قلت التريدنج روم هتبقى ضمن سلاك؟ اوكي مش مشكله، ايا كان السلاك او التريدنج روم مش فارقه يعني. انا بتكلم عن يعني انا بقول لك لسه مش فاميليار قوي، لما شفت التسجيل اليوتيوب مش فاميليار قوي بحضرتك دي يعني، انت فاهم لسه مش فاهمه يعني. مثلا حضرتك كنت شغال في الكورس او اتش ال سي مثلا، انا شايف حضرتك شغال كاندل ستيك، فهل هبقى يعني مثلا هقدر اتاجر مع حضرتك او مش هقدر؟ ده بس السؤال اللي عندي. هتكوبي ماي تريد واتس تريدنج روم يو كوبي ماي بس يعني واتس ام جول اوت جول شورت بوشو واتس كوبي ماي تريد واتس اوكي ماشي. عشان لما شفت على اليوتيوب لقيت اختلاف بس يعني، انت هتكوبي ماي تريد واتس ات انا جو لونج انت هتجو لونج، انا جو شورت جو شورت واتس ات. طب اوكي على اللونج تيرم على المدى الطويل هبقى فاهم حضرتك اصلا عملت لونج ليه او عملت شورت ليه ودخلت انتري بوينت ليه يعني من خلال تريدنج كورس. سامعك انت فاكر الشرعي حاجه بس صوتك جدا، ممكن تعيد تاني؟ بقول لحضرتك على اللونج تيرم يعني على المدى الطويل هفهم حضرتك من خلال التريدنج روم انت عملت شورت ليه او استخدمت استراتيجي هنا ايه او ما استخدمتش الاستراتيجيات ايه ودخلت انتري بوينت هنا ليه، هبقى فاهم كده بعد كده. التريدنج روم انا بتريد استراتيجي مش موجوده في الكورس خالص، دي استراتيجي محتاجه مور اكسبيرينس خصوصا في الاوردر بوك، لكن بتريد برضه الاور استراتيجي العاديه اللي هي سواء بيك اوت سواء تيست تيست تيست. لكن دي مثلا يا جماعه برضه خدوا بالك يعني، مثلا دي مثلا اللوج بتاع التريدنج روم خدوا يعني بصوا عليه موجود كل تنزل ناخدها كل يوم من اول مارس لحد دلوقتي، فبصوا على التريدنج روم وتعرفوا ان ده دي بروفيت كل يوم. تمام. طب حضرتك حضرتك دلوقتي انا بفتح بيرسونال اكونت على نينجا اوكي؟ على ايه؟ على نينجا تريدر. بفتح بيرسونال اكونت. تمام. اوكي. حضرتك ممكن اشتري لايسنس؟ اللايسنس دي ممكن اشيرها؟ يعني مثلا ممكن الاثنين يستخدموا لايسنس؟ يو كان. ما اقدرش. نو. تمام. لايسنس بتاعتك انت بس. ما اقدرش استخدمها على جهازين مثلا عندي لاب مثلا موبايل. نو. اوكي الا لو عندك، انا عندي حاجه اسمها فيندر لايسنس، دي حاجه ثانيه، دي مالهاش علاقه، مش بتاع تشتري مش للبيع. الفيندر لايسنس ممكن تعمل 50 جنيه لكن البيرسونال لايسنس جاست وان اوكي. شكرا مستر وليد، شكرا. مين ثاني؟ اسلام يا جماعه، اسلام سال سؤال بكر، ارفع ايدك كده بص شوفك اعمل ريز هاند يا بكر، تعال اعمل ريز هاند شوفه. اسلام تاني في سؤال تاني؟ اسلام ولا خلصت؟ نعم شكرا لحضرتك. عمر خلصت يا عمر؟ في سؤال تاني؟ زعل ذاك مستر وليد، في سؤال تاني؟ لا انا اصلا ما سالتش في الاول، انا اتفضل. انا عندي سؤال بس في بالنسبه للفيتشر تريدنج روم اللي هي هتبقى في السلاك كوميونتي، اقدر اخشها ولا خايف عشان المره اللي فاتت؟ خلاص ينفع؟ طيب دي حاجه. بالنسبه للحاجه الثانيه الكريبتو او الفوركس، ده هيبقى عامل اكونت على تريدنج فيو عشان اعرف اشتري ولا نعمل ايه بالظبط؟ هتبقى موجوده كل حاجه في التفصيل. ماشي طيب خلاص شكرا. الفوركس شانل هيبقى كل حاجه موجوده بالتفصيل، بس اديها مثلا تاخد معاك تفصيل اي تفتح اي تريدنج اكونت، طبعا تريد ديمو الاول يعني، وبعدين تفتح بيرسونال اكونت بتاعك على فيوتشر على سوري على الفوركس او على كريبتو او في بالنسبه للستوك. انا عندي اكونت على باينانس فيريفايد، لو ده هيساعد يعني ما اعرفش. طيب بس تاني الفوركس والكريبتو ما هياش دي تريدنج، ما فيش حاجه اسمها دي تريدنج. سوينج سمعت. اوكي شكرا. اي سؤال تاني؟ لا مالك السلام عليكم. اتفضل يا مالك. مستر وليد انا كنت خدت مجموعه الكورسات تمام، عشان بس ما تقولش حضرتك انا دلوقتي خدت الافلييت والكورس بتاع الفوركس. بالنسبه للافلييت تمام زي الفل، هبدا اشتغل فيه ان شاء الله. بالنسبه للفوركس انا بس حاسس في حاجه انا مش عارف اطبق ازاي، يعني انا دلوقتي مش لاقي منصه اشتغل عليها. الويب فيور هل ينفع ان انا اعمل عليه اكونت ولا لا؟ يعني حضرتك كل الشرح بتاعك كان على الويب فيور. قصدك تريدنج فيو؟ تريدنج فيو انا قصدي تريدنج فيو.
يعني هتداول ازاي؟ يعني انا هعمل هدرب نفسي ازاي؟ دي الفكره. على فوركس سلاك كوميونتي هيبقى موجود فيها الكومنتد بروكرز، تفتح اكونت على البروكر الفلاني في دي ديمو اكونت تريد شويه ديمو، وبعد كده تفتح البيرسونال، يبقى موجود كل ده. تمام. طيب بالنسبه للكورس بتاع فيوتشر، معلش انا لسه بادئ فيه، يعني بادئ فيه من النهارده، فانا وصلت فيه يعني جزء حلو، انا قاعد فيه من الصبح عموما على اساس ان انا مين يعني اخش فيه شويه. الصبح. معلش سؤال، يعني ايه قاعد فيه من الصبح؟ لا انا قاعد بسمع الفيديوهات بتاعته من الصبح، يعني من الصبح انا شغال ما وريش حاجه، اللي انا قاعد بصلي واجي على الفيديوهات اكملها، يعني عمال اسمع في الفيديوهات بتاعته. مش هينفع كده، مش هينفع خالص، ما ينفعش. ده مش مسلسل، خد بالك الموضوع كبير. لا انا فاهم، انا عايزك تاخد تو ليسنس في البدايه، ده كفايه. تاخد تو ليسنس تطبقهم وكمل اللي بعده، شكرا، عشان تستوعب. تمام تو ليسنز وبعد كده يعني اتنين تلاته بالكتير، طبق وراهم وبكره كمل وهكذا، خد وقتك، يعني هتاخد تلاته اربع شهور. اتس اوكي، تمام، اتعلم، ما تستعجلش. يعني واحد يقول انا عايز اخد كورس في الجمهوريه خلاص اسبوع، مش هينفع. لو عملت كده، ولو عملت كده وفتحت بيرسونال اكونت او مع ايرن ماكس، هتخسر الاكونت بتاعك، اي جارانتي يو، يعني بسمك بالعشره. اوكي، تيك يور تايم تريدنج عشان تقول انا بعرف اعمل تريدنج، مش قبل سنه، مش قبل سنه. عايز تدخل بعد ما خلاص كورس في الجمهوريه تدخل تريدنج وانت في ستاك وعايز كوبي ماي تريدز، دو ات، اتس اوكي، هتعمل فلوس مش مشكله. لكن انا عايزك تبقى عايز تتعلم انت بنفسك، تبقى جود تريدر، ما تبقاش يعني مش معتمد علينا بس، فاهم الفكره؟ تمام. طب انا لو عملت الحاجتين سوا في مشكله؟ يعني انا مثلا بعمل تريد عن طريق الاكونت الديمو، تمام، وفي نفس التوقيت باخد من عن طريق السلاك التريد بتاع حضرتك، تمام، مش مشكله، بس على يعني الاقل تكون على الاقل تكون خلاص نص الفرصه، عشان تقدر تقدر تكوبي ماي تريد في تريدنج جروب، لازم تكون خلاص نص الكورس، نص الكورس على الاقل. تمام. ومش عايز يا جماعه تاني، عشان بس هعمل فيديو مخصوص للقصه، يعني التريدنج جروب هتبقى مفتوحه للناس كلها في السلاك، فمش عايز انك تدخل تريدنج جروب معايا في الزوم يسالني هو ده انت بتريد ايه وانا اخد ايه، مش الكلام ده مش كيو ان ايه. محدش يدخل التريدنج جروب الا لو كان اوريدي عارف بيعمل تريد ازاي. مش هجاوب على اي اسئله، انا الوقت ده بعمل ده وقت ماني ماني تايم، بعمل فيه فلوس، مفيش اسئله، مفيش اجوبه، مفيش كلام، تريد كوبي ماي تريد، مش عارف انا بعمل ايه، واتش ذا فيديوز، خلاص كورس. طب معلش بس هو سؤال سابع الوقت، بس انا يعني السؤال ده مهم، معلش. بالنسبه لكورس الفيوتشر، حضرتك كنت قايل في المقدمه اللي قبل كده، في بالنسبه للكورس، ان هو ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن ابدا بيها، صح كده؟ بالظبط. تمام. طيب يعني لو انا عاوز افتح بيرسونال اكونت عشان مثلا اخد التريد بتاع حضرتك واطبق عليه، مينيمم فلوس قد ايه؟ 500 دولار بس. انا اي دونت ريكومند، يعني افضل 2000 دولار بس، ممكن تدفع 500. تمام. في الكورس موجود ازاي تبدا 500، ازاي تبدا 2000، كل سبع الاوائل، just focus on the course. تمام تمام تمام، متشكر جدا لحضرتك. تمام. محمد جوده، مساء الخير يا مستر وليد، اتفضل. معلش انا عايز اسال حضرتك بس سؤال بالنسبه للبيجنر استراتيجي اللي هي الفي 1 وفي 2. انا معلش انا عاوز اعرف، هل هي تتطبق على الاس ام بي 500 بس، ولا ممكن نعمل لها ابلاي على اي كونتراكت، اي فيوتشر كونتراكت، اي ميني او مايكرو؟ يا جماعه بعد اذنكم، بس ده مش ويبينار عشان اسئله واجوبه، بس انا هجاوبك، بس ده مش عشان كده، بتكلم على سلاك، فالاسئله تكون مختصره على الموضوع كده، زوم ميتنج مع بعض نتكلم فيه بكره، بس انا هجاوبك. تمام. في 1 في 2 في 3 تطبق على اي ماركت، بس انا افضلها على اي اس او ان كيو، ذاتس ات. تمام. طب معلش يا مستر وليد، اخر سؤال، انا لو عاوز مثلا مصدر اعرف منه ايه الميني كونتراكتس وايه المايكرو، ايه ممكن يكون المصدر ده؟ معلش تاني ايه السؤال؟ معلش عاوز اعرف افرق ما بين الميني كونتراكتس والمايكرو كونتراكتس، ايه المصدر اللي ممكن يعرفني مصدر الكورس اللي انت مشترك فيه؟
يعني ازاي انت في الكورس ومش عارف فرق ايه؟ لا انا يعني عملت انا عملت انا قعدت عملت اربع فيديوهات نابح صوتي اربع ساعات عشان اعرف ايه الفرق بين الماكرو والميني، لسه مش عارف. ما حضرتك عارف عارف الفروق بالنسبه للبوينتس والحاجات دي، بس انواع الكونتراكتس نفسها يعني يعني مثلا محمد انا عارف حضرتك اللي هي في البوينتس كده اي معلومات استمعك يا محمد بقول ما تضرب ليه في حد يا جماعه فاتح صوت معلش بتعمل ايه اسلام اعتقد طب بص يا محمود انا فهمت قصدك عايز انواع الفيوتشر كونتراكت هو عدس ده موقع اسمه سي ام جرو ادخل عليه هتلاقي موجود فيه كل انواع الفيوتشر كونتراكت عايز تعرف بس انت يو دونت نيد يعني مش محتاج تعمل ده مش محتاج يعني انتوا يا جماعه بتدوروا على حاجات تشغلوا دماغكم بيها ما انتش محتاج ده اي اس ذاتس ات ذاتس ات اي اس ده اكتر من كده ركز في الكورس خلص اعمل فلوس الاول بي اس ما كان اعمل حاجه ثانيه ليه التشتيت؟ ليه بنفكر قبل ما ننجح الاول ازاي اعمل اكسبنشن لنفسي؟ ننجح الاول في حاجه واحده انت عايز تسوي عندك بس ده موقع السي ام اي مالك؟ اتفضل يا مالك اتفضل يا مالك مستر وليد انا اتكلمت انا قلت السؤال بتاعي شاكر جدا لحضرتك محمد زكي ازيك يا مستر وليد ايه الاخبار اتفضل حضرتك سامعني طبعا طيب يا مستر وليد هو انا اصلا كنت مشترك في الكورسات كلها بتاعه سي في اكاديمي من اكتر من سنه يعني انا بقى لي اكتر من سنه في الاكاديمي سؤالي هل سي في سلاك هل هي حاجه تكميليه يعني هي مجرد حاجه تكميليه للموضوع الكورسات ده ولا لا ده كوميونتي تاني ده بالك قد ايه بالك قد ايه انا بالي من تقريبا 10 وربع من البدايه يعتبر يعني او 10 و5 وما فهمتش يعني ايه وحضرتك يعني بقى انا فاهم انا عارف ايه هو السلاك كوميونتي انا فاهم حضرتك بتتكلم في ان دي كوميونتي تبع يعني شبك للكورسات بس حضرتك كمان بتقول ان في زيادات فيها يعني احنا غير التريدنج روم في الفيوتشر كونتراكت لا ده في الديجيتال ماركتنج ده في حد ممكن يساعدك ازاي تجيت كلاينت في الفوركس هيبقى في تريدنج بس مش هيبقى دي في الدروب شيبينج هنزل بعت لك اللينك بتاع السلايدز اقراها هتفهم انا قصدي تفهم ايه اللي ممكن تاخده من السلاك كوميونتي سلاك كوميونتي باختصار هي عباره عن مودريتور لكل بيزنس دروب شيبينج هيبقى ليه مودريتور مسؤول عنك تماما عن الناس الموجوده بيديكوا 10 بتاعت كومبوش اقرا بس السلايد تفهم كل حاجه بيديك برودكت كل شهر بيساعدك ازاي تعمل ستور بتاعك الاعلانات نفس الكلام ديجيتال ماركتنج نفس الكلام في فيتشر كوتك اللي هو انا بتجوي معايا تريننج روم كل يوم ثلاث مرات في اليوم الفوركس ببعت لكم سيجنال كل يوم سواء ممكن 10 5 سيجنال تيجي نفس الكلام الستوك ماركت نفس الكلام الفوركس نفس الكلام الشورت سيلرز نفس الكلام امازون برودكت بديها لكم كل شهر وهوت برودكتس تساعدك ازاي تعمل الليستنج بتاعك كل حاجه بمعنى صح هيبقى معاك جايد يبقى معاك مودريتور بكل بزنس انت ماشي فيه كل واحد فيه ذاتس ات اوكي بلس ان انت هتبقى يعني... عندك بقى كوميونتي تدردش معاهم بدل الفيسبوك هيبقى عندك ناس لايك مايندد بيبل يعني هيبقى عندك ناس لان الفيسبوك جروب هو في الاخر جروب يعني هتعمل بوست هتعمل لايك كومنت لكن انت عندك اب على الموبايل ممكن تعمل شات عادي يعني تتكلم مع الناس تحط صور تعمل فيديو تسجله عندك مثلا سي في اي لاونج موجود ترغي مع الناس تعرف على ناس تعرفوا على بعض ناس شبه بعض ما هو ده سؤالي بالظبط يا مستر وليد لان يعني الفيسبوك جروب مثلا بتاع الديجيتال ماركتنج اللي انا شغال عليها دلوقتي ما مثلا ما فيش كوميونيكيشن ما فيش حد بالزبط. بيرد على الاسئله لكن ده هيبقى في تفاعل فاهم قصدي؟ فهمت حضرتك يعني هيبقى معانا مودريتور وهيبقى متابع معانا مودريتور خاص بالجزئيه دي كل بيزنس ليه مودريتور يعني مش مجرد ادمن في كل جروبات لا لا لا
بيرفكت. تمام، شكرا جدا يا مستر وليد على وقتك بجد ومجهودك معانا. محمد يوسف. بخير. بخير. ازيك يا استاذ وليد، اخبارك؟ اتفضل. اولا كنت عايز حضرتك على العرس الجديد، انا اتعلمت حاجات كتير من حضرتك. وافدت كتير بصراحه، وحاجات رائعه بصراحه حضرتك بصراحه. وبرضه بناء على نصايح، انا قريت كتب كتيره منها التريدينج ويزردز، ولقيت ان اللي حضرتك حاطه في الكورس هو مختصر لكل الكتب اللي موجوده حضرتك رشحتها. فده يعني بشكر حضرتك طبعا على المعلومات القيمه دي. انا بس اسئلتي كالاتي، هو في كذا سؤال في كذا يعني في كذا بزنس يعني. اول واحد بالنسبه للفيوتشر، او بالنسبه للفيوتشر كونتراكت، خليك بالنسبه للفيوتشر كونتراكت. انا بس انا كنت خدت بالي ان حضرتك اول ما ابتديت الكورس، يعني اول ما ابتديت المبادره وكده، كنت حضرتك بتشجع الناس ان هي تبتدي مع فاندنج كومبانيز، وحتى اسم الكورس ايرن ماكس، هاو تو جيت فاندد باي ايرن ماكس، وغيرها من الشركات دي ايرن تو تريد وشركات تانية كتير. مع الوقت حضرتك بدات تشجع الناس ان هي تروح للبيرسونال اكاونت. فهل في سبب، ايه السبب اللي حضرتك يعني خلاك تتغير، يعني تغير رايك في الموضوع؟ هل هو مثلا ان الشركات مثلا اللي هي البروكرز اللي بنعمل معاها بعد الايفالويشن ما بتدفعش الفلوس مثلا بتاعه البروفيت اللي احنا بنعملها، ولا في مشكله معينه حضرتك بتشجع بسببها؟ هجاوبك على السؤال ده. بص، اولا مشكله خالص. مشكله الايفالويشن، الايفالويشن بروسيس اللي اكتشفته مع الوقت ده مش متناسب مع الناس في مصر للأسف. لسبب 90% مش عايزوه في مصر حتى، طبيعة التريدرز بس في مصر سبيسيفيك، الناس في مصر مستعجلة. أوكي. مستعجلة وما بيسمعوش ومش عايز يتعلمه. كل واحد متخيل ان هو بيغري رقم، انت عشان تعدي على كاوت مثلا ب 50,000 عليه مثلا 2500 ماكس ترو داون، سواء كان ايرن ماكس ولا ايبكس ولا تيفا، الموضوع مش بالسهولة دي. وإلا ما كانش يعني انا ايرن ماكس او كتوب ستيب وتيفا، هما مش هيرموا فلوسهم في الارض. هما عارفين كويس قوي ان اللي هيعدي من الايفالويشن دي 10% بس، ده لو كملوا اساسا 10%، وال 90% مش هيعدي وهياخدوا منهم اشتراكات. فبالتالي ال 10% اللي بيعدوا وهيدفعوا فلوس مش مشكله، بس هو بياخد اوريدي ملايين من الناس اشتراكات ما مش عارفين يعدوا. فانا لقيت الموضوع يعني اسهل للناس، اسهل ليك بكتير انك تتريدي الاول بيرسونال اكاونت بكتير. لان انت لو انت حاجه ثانيه اسهل ان هو يقدر يعمل بروفيت وياخد فلوس من الفالويشن، باريحيه اكتر بدل ما تحصر نفسك في ماكس ثرو داون وسيتس وتعرف ايه ليه. لو هتدفع مثلا 150 دولار في اشتراك مثلا، او 100 دولار اشتراك ولا 50 دولار اشتراك، حوشهم وافتح اكونت لنفسك 500 دولار. حتى لو عملت يعني انت لو عملت اكونت ب 2000 دولار وعملت في اليوم 40 دولار في اليوم، انت بتتكلم في حوالي قد ايه؟ 40 دولار 2000 يعني حوالي 5% من يور انفستمنت ادي. ده لو مايكرو، بتكلم على حاجه عميقه. ده لو مايكرو طبعا، لو اي اس هيبقى الموضوع مختلف. مفيش اس ب 2000 كان يعني ما تحاولش تفكر في اس قبل ما يكون عدي فوق 10,000، مش حاجه اسمها كده. 2000 دولار دي ايه؟ مايكرو طبعا. بتتكلم في 40 دولار 50 دولار في اليوم، ده اضربه في مصري هتاخد نصهم بس بس في تحوش. اتفضل. بس في الايفالويشن بقى، والشركات اللي هي بتقدم خدمه الفاندنج وكده بتخليك تعمل على الاي اس والان كيو. ماشي، بس عدي بقى، انت عدي زي. عشان كده بقى اي حد بيتفق الاي اس، اي حد بيكون اكونت ب 50,000 ولساني اتنشف، عشان وانا ليه انت قلت بس افتح بيرسونال اكونت، اي حد بيشتغل بيرسونال اكونت وخد اكونت ب 50,000، انا قلتها له صراحه. محمود يمكن يقول الكلام ده، واحد من الناس جرب 3 مرات لحد دلوقتي في ناس كتير. لو هتتريد اكونت ب 50,000 وهتتبقي مني هتخسر اكونت، اي جارانتي هتخسر اكونت بتاعك، مفيش كلام. لان الايميني الستوب بتاعك عالي، اكونت ب 50 ب 50 دولار مش ممكن تسرفايف، استحاله. ده يعني لوجيك. فكل الناس بتدخل تريدنج فالويشن هو متخيل انه يعدي شهر او في اسبوعين هيدخل يتريد بيك. انا فينا شفت ناس بتجيب 10 كونتر اكونت ب 50 فبيخسر، مفيش كلام. عايز تعدي اكونت ب 50؟ قلت لها بتعمل 1000 مره. اتعامل على انك بتتريد ب 2500 دولار اللي هم الماكس تو لون بتاعك. انت الاكونت بتاعك في 2500 دولار،
مش في 50 صح صح 2500. صح مظبوط كلام حضرتك مظبوط. حتى ممكن تبقى تريد واحده في اليوم يعني مش لازم تبقى 30000 تريد. الاكونت بتاعك فيه 2500 دولار ما فيش 50000 انت 50000 دي خالص في 50 دولار صح مظبوط 2500 دولار وتريد مايكرو مظبوط مايكرو على اساس ان انت ده 2500 دولار هتاخد معاك بقى شهرين ثلاثه تعدي اوكي حوشهم لكن صحيح. تعمل حسابك ان انا عايز اعدي اكونت اسبوع 10 ايام تريد ايميلي مش عمرك ما تعدي ولو عديت وده حصل كتير يعني في ناس في حد كورفا ستودنتس عدى الام باكس وبيتريد ايميلي فقعد يريد ايميلي كتير قلت لهم هتخسر الاكونت بتاعك ما سمعش كلامي خسر مرتين ثلاثه وبعدين عدى جت معاه باي لوك يعني تحصل معاه لوك خد تريد لوكي وعدى بعت لي قال لي بص وانت لسه ستيل تريد ايميلي قال لي انت هتخسر الاكونت وجيت فاند فصار بعت لي ثلاث ايام ثلاث ايام وقتي واجيب اب تريد مش فاهم بتريد تاني لانه مش فاهم القصه فالمور سيف المور ستابيليتي تريد يور اون ماني يو دونت نيد ارلي ماكس يو دونت نيد ستوب ستيب يو دونت نيد اني حوش فلوس معكش حوش فلوس اللي هتدفعه للشركات دي حوشه اشتغل في بزنس تاني دروب شيبنج ديجيتال ماركتنج ما اعرفش ايه حوش الفلوس دي وابتدي اكونت ب 500 دولار تريد بس تو كونتاكت بس ذاتس ات لو عندك 2000 دولار تدفعهم يا ريت في الجرايب تحفه ممكن تقدر تبيع كونتراكت ايميلي اي مايكرو جميل جدا معايا تريدنج روم تاخد كول باي تريدز وبص على البوينت اللي عملناها احنا عاملين مثلا سو فار ده اللوج مثلا يا جماعه ده اللوج بتاع التريد بتاعك مثلا احنا مثلا في جولاي بس عملنا كام يوم في جولاي 1 2 3 4 5 6 7 دايز جولاي عاملين كام بوينتس عاملين 106 بوينت ار 1 71 بوينت اي اس دول مات دول مات يعني انت لو بتقول لو انا قلت مثلا تو كونتراكت اي مايكرو مش ايميلي مايكرو لو بتتكلم في 106 بوينت لما تريد تو كونتراكت خد بالك لو انت تو كونتراكت 106 مش ده عايز افتح كالكوليتر 106 في 5 في 2 ب 1000 دولار انا بتكلم في تو كونتراكت اي مايكرو تو يعني انت بتريد انت متخيل انت عملت اكونت ب 500 دولار عملت 1000 دولار اوريدي في اسبوع طبعا ده مش ده مش مش اقدر اقول لك ده يحصل كل شهر كل اسبوع وي هاف ا جريت ويك اوكي بس ده اللي بقول لك كمثال 71 بوينت اي اس ب 5 في 2 700 و1000 1700 بقى اكونت ب 500 دولار تريد تو مايكرو تو مايكرو بس انا لو افضل اكونت ب 500 خالص يعني اكونت ب 2000 يبقى مناسب وجميل جدا ما عندكش حوش او افتح اكونت فهمت وجهه نظري هو اه فهمت بس هو يعني هو اللي بيدخل معاك التريدنج روم لازم يكون عنده بيرسونال اكاونت ولا ممكن يكون مشترك عن طريق ايرماكس او في ناس معايا معايا تريدنج روم بيرسونال اكاونت في ناس عندهم ايفالويشن وحر انت حر دو ليفر بقول لك نصيحتي يعني رايي نصيحتي اوكي شكرا سوري طيب بالنسبه للنقطه الثانيه تمام بالنسبه لنقطه الدروب شيبينج تمام انا عندي اكسبيرينس بصراحه في دروب شيبينج والامازون بس it wasn't successful so that much يعني بالنسبه للدروب شيبينج هو النقطه اللي هي بتاعه السترايب انا لما جيت شغلته ما شغلتوش عن طريق امريكان كومباني او امريكان ديتيلز فتحت فيرست فورميشن كومباني British company وعملت لها لينك مع سترايب هل ده برضو you can support with it يعني انتوا ممكن تساعدوني ان انا اعمل ده تاني ولا انتوا بس يست انت بالك قد ايه معانا في البلوج يعني حضرته من اول ولا لسه داخل لا 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 انا دخلت من بدري بس هي في كذا نقطه بالنسبه لموضوع السليك ده هو ان هو ان انت بتدي ام برودكتس نعم لا ال 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 الدروب شيبينج هيساعدك في كل حاجه يعني خالد معاك في كل حاجه ازاي وحتى عامل فيديو موجود يعني حاليا اهو ده تعمل سترايب اكاونت اهو موجوده اهو اول فيديو عامله طيب تمام بس هو بيتكلم على الامريكان واي في البريتش واي اللي انت تفتح شركه بريتيه ولا ايه واي هو كيرز انت مش عايز سترايب اكاونت ذاتس ات هي نوز هو هي نوز يعني هي نوز طيب هي ثانية بالنسبة للبرودكتس التين هوت وينينج برودكتس هو في مثل صيني بيقول لك علمني كيف اصطاد ولا تعطيني سمك اكيد حضرتك عارف
فاللي هو انا دلوقتي عايز اعرف ازاي ابقى يعني بدل مثلا ما حضرتك تديني ال 10 برودكتس عايز اعرف ازاي البرودكت ده ناجح ولا لا، ازاي انا ازاي حضرتك اخترت المنتج ده عن منتج تاني، الطريقه اللي بنعمل اللي بنعرف بيها ان كان المنتج ده ناجح. يعني طبعا هو مفيش حاجه ناجحه 100% ولكن بيديك معدل 80 او 90% نجاح. انت عارف انا احنا نقول بنستخدم بي تولز مش حاجه ببلاش، بس هخلي خيال بيشير معاك البي تولز شايره معاك ولو انت عايز تشتريها بنفسك اشترك، يعني هيشير لك بس هو يقدر لو انت عايز تشتري انت يعني هتاخد سيرفيس مش هتاخد الشركه، وانت عايز انت عايز تشتري فيها اشترك صافي. وهو يعلمنا ازاي نعرف الترندنج تو ترندنج برودكتس والكلام ده كله. بس انت يعني لو واحد مثلا اشترك مثلا في تولز مثلا ب 50 دولار في الشهر ب 60 دولار في الشهر اوكي انا هديك نفس النتيجه وانت شايف الستاك انت عايز تشتري كده مش حاجه صعبه. بس هي الفكره ان حد يعلمنا ازاي يعني يبقى يديني اللي هي الايجل اي اللي هي بتقول لي البرودكت ده ناجح والبرودكت ده مش ناجح. يعني انا جربت حاجات كتيره مثلا في الليرني بتاعتي دي بقى من الحاجات اللي إن كانت سبورت دي من الحاجات اللي سبورت دروب شيب، ان انت مثلا عندك برودكت ما بعيد عن الهوت ليست وقلت للمودريتور على الشانل بتاع دروب شيب ان عندي برودكت فلاي، هو ممكن تبعت له انت حتى لو مش عايز تبعته على الجروب وعايز تبعته برايفت ليه هو بص عليه بقول لك رايه لا والله مش كويس ده هو مش هيتناقش معاك قصدي. تمام شكرا لحضرتك عمر السايق. ايوه ازيكم يا استاذ وليد؟ كنت بس عايز اسال حضرتك سؤالين. انا بدات خدت الدبلومه بتاعت حضرتك وبدات كورس ديجيتال ماركتنج تمام وخلصته، وانا بادئ في مجال الديجيتال ماركتنج بقالي سنه تقريبا يعني. كان عندي بس سؤالين في الموضوع. أول سؤال هو أنا أبتدي شغلي كفريلانسر ولا هيبقى عندي إيجنسي؟ هي دي أول. عندي إيجنسي يعني أنا مش محتاج لسه أن يبقى عندي تستمونيال من عملاء أحط على الإيجنسي بتاعتي. مش محتاج. تمام يا مستر وليد. والتانية بس كان هيبقى على ان انا بدور على العملاء عن طريق خرائط جوجل وكده، مش بدور عليهم عن طريق المواقع الفريلانس زي ما حضرتك وريتنا في الكورس. يعني. تمام شكرا مستر هاني. بكر احمد. الو اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا مستر وليد؟ اتفضل. بص حضرتك انا فاتح حساب امازون باع امازون في امريكا تمام. ممكن انا مش اسئله واجوبه للكورسات يا جماعه خلي كل حاجه في مكانها. لو النهارده عشان انا بتكلم على سلاك كوميونتي، فلو عندك حاجه ريليتد للسلاك كوميونتي او استفسار سلاك كوميونتي انا معاك. دلوقتي بقى لنا ساعتين بنتكلم في اجوبه ليها علاقه بالكورسات، لان اصلا فيها زوم ميتنج لوحدها صح. طب ايه يا جماعه؟ طب هو معلش هو ممكن انا دلوقتي ببيع في امريكا، ممكن الواحد يبيع مثلا في السوق السعودي او الاماراتي بنفس الحساب ولا افتح حساب تاني؟ ما عنديش اي خلفيه عن الكلام ده خالص، انا ببتدي في امريكا بس. امريكا بس يعني؟ بس لا. طب برنامج هيلي برنامج هيلي ده كافي ده ابحث على المنتج واختار المنتج وابدا مثلا ولا طريقه البحث اللي حضرتك شرحها في الكورس؟ نعم. برنامج هيليوم الايه؟ برنامج هيليوم ماله؟ ده كافي ان انا اختار المنتج في اختيار المنتج بس ولا هو في الطرق اللي حضرتك اللي هو اليدويه اللي هو ادخل بالمنتج اللي دي موجودين وهتبقى موجوده هتبقى موجوده الافضل وهتبقى مش حاجه اسمها افضل او وحش دي موجودين وهتبقى موجوده في سلاك انا هبعت لكم البرودكت. اخر سؤال هو حضرتك انا ما خدتش اللي هو الكورس الفيوتشر او اي حاجه تبع التداول ولا الفوركس، بس انا بتداول لوحدي واشتغل في الفوركس تمام. من خلال كلام حضرتك في الزوم هو حضرتك ايه في شركات بتدي حساب مثلا هو ال 50,000 باشتراك صح كده؟ تمام. انا فتحت في شركه معينه
حساب هي بتدي مثلا البروفيت بتاعها وليكن مثلا راس المال 10000 والبروفيت مثلا بعد اذنك دلوقتي بكره بعد اذنك خلي لو سمحت بس بيعدي انا ساعتين دلوقتي فعندك سؤال ريليتد للستاك يونت ولا لا؟ يعني عايز اسال سؤال عايز اوصل حاجه لا عايز اوصل لحاجه بس معلش البروفيت مثلا $1000 في الحساب ابو 10 انا لو حققت البروفيت في يوم واحد في يوم واحد هل خلاص ادخل على المرحله الثانيه ولا لا لازم بس استنى المده المعينه اللي هو محددها لي؟ ابعت لهم ايميل بالكلام ده ابعت انت عشان تشتغل مع اي شركه فوركس ابعت لهم ايميل سهل صح؟ تمام خلاص ماشي تيتو يا جماعه بعد اذنكم اسئله ليها علاقه بسلاك بعد اذنكم النهارده مش وقت كيو ان اي خالص ولا وقت اسئله في الكورسات في ميتنج معانا بكره هنتكلم فيه على كل حاجه اي اسئله علاقه بالكورسات خلي الوقت في المكتب وانا ساعتين بنتكلم بجاوب على اسئله مالهاش علاقه بالموضوع الو اتفضل حضرتك سامعني كده تمام سامع فين كده اتفضل حضرتك انا كان عندي يعني مشكله ان انا يعني كنت متحمس اول ما اشتركت في المبادره بس للاسف يعني لما شفت كذا بوست في الجروبس يعني وان الفيس مثلا بيوقف اكونتات وان لازم يكون عندي كذا فيس عشان ابتدي فحسيت ان الموضوع يعني كبير قوي فبصراحه يعني استسلمت وسبت الدنيا خالص يعني ما طب انت عايز تبقى انت سؤال بس معلش انت عايز ايه؟ هل انت عايز تبقى عايز تحقق جولز كبير ولا عايز زي ما انت؟ اكيد عايز احقق جولز بس خلاص يبقى اتعب بقى معلش هستسلم خليك زي ما انت وده الهدف من الستاك يعني ده اللي انت بتتكلم فيه ده هو ده اللي خلاني عايز اعمل ستاك ده هو ده ان يخليك بدل ما تستسلم لا بوش يو في مديريه الوقت في ظهرك اعمل كذا لا اشتغل بكذا في ناس مش بتتكلم معاهم ناس لايك مايندد يخليك تبقى واقف اون فاير هو ده الهدف لكن هتستسلم اه خليك زي ما طب حضرتك دلوقتي انا معيش امكانيات ماديه ان انا اخش في اشترك في حاجه زي كده فايه البديل اللي ممكن يبقى ليا اشتغل في ديجيتال ماركتنج وتعلم واحده واحده واشتغل مع ناس هتوصل تايم بس دوم بقى اشتغل ديجيتال ماركتنج تعلم ديجيتال ماركتنج وتعلم فيتشر كونتراكت خد وقتك لحد ما تتعلم وهتلاقي نفسك بس اهم حاجه دوم بقى كل حاجه وضحت الكورس بس ايه معلش ما سمعتش اخر جمله اهم حاجه دوم بقى خد وقتك وتعلم اوكي ماشي ميرسي يا مستر يوسف اتفضل يا جماعه احنا قربنا نخلص على فكره اقل من اكثر من ساعتين على الاخر سؤال خالص كويس بعد اذنكم يا جماعه تاني انا مش هجاوب اسئله علاقه بالكورسات خالص يا جماعه مش بس الوقت بيعدي بقى لنا ساعتين ونص دلوقتي فخلي اسئله ريليتد باللي احنا فيه دلوقتي اتفضل تمام يا مستر انا كنت قلت من دقيقه بس لاحمد ان انت ممكن تبدا ب $70 دروب شيبنج $70 هل $70 ده كافي اصلا دروب شيبنج اوكي في اس فيرست برودكت يس كافي ايه اس فيرست برودكت ممكن تمام ده على الادز يعني هصرفهم على الادز بس على الادز تمام اوكي شكرا مين تاني محمد فوزي اتفضل فضل يا حمد حمد فضل الو فضل مساء الخير مستر وليد فضل لو سمحت سؤال بالنسبة للسلاك الناس المسؤولة عن الدعم هتدينا دعم واحنا لسه يعني مثلا وانا بذاكر الكورس لو في حاجة وقفت جنبي وما لحقتش الزوم ميتنج ممكن اسألهم عادي لو حاجة وقفت طبعًا. وانا بذاكر طبعا انا كنت بحسب اللي هم هيدونا دعم بعد ما اوريدي كل حاجة بس طبعا انا افضل وانت في الكورس خد وقتك بس لو عندك سؤال لسه يعني هجاوبك مش هقول لك لا هجاوبك طبعا تمام متشكر لحضرتك لا ربنا يخليك شكرا مين تاني محمد حسن اتفضل يا محمد محسن مساء الخير اتفضل مستر وليد معلش احنا تعبينك انا عارف لا ولا يهمك
الله يخليك. انا بعد ما اشتركت من المبادره كنت حضرتك قلت لنا اول حاجه نبتدي بيها ان احنا ناخد الديجيتال ماركتنج والفيوتشر كونتراكت، صح كده؟ تمام. انا بس حضرتك بتقول لهم دلوقتي ان في مقابلات بتتم على الزوم، انا مش عارف، انا كل اعرفه ان انا مجرد بذاكر من السايت الفيديوز والكلام ده بس، وعارف ان في جروبات فيسبوك، ما اعرفش هل في اصلا زوم ميتينجز بتتم ما بينكم ولا طبعا في زوم كل اسبوع. طب انا ما اعرفش اصلا دي ميعادها ايه، ده رقم واحد. بحط اللينك على الجروب على طول فيسبوك. تمام، يعني كل حاجه ليها في ليها لا هو زوم ميتنج واحد، واحد مجمع يعني. طيب تمام، بالنسبه للاشتراك في الكوميونتي ده حضرتك انت بتقول دلوقتي ان ممكن هيبقى مثلا شهري او مثلا في باكج اللي هي 12 شهر بالظبط. تمام. طيب هي ال 12 شهر مثلا انا هشترك فيها كده، انا هبقى مثلا داخل في الديجيتال الاول بحيث ان انا ابقى مقوي نفسي ومع المنتور بقى او الادمن ايا كان يعني المسمى، وهو بيتابع معايا لغايه ما ابتدي اعمل الشغل بتاعي والايجنسي والكلام ده كله. بعد كده المفترض ان انا اخد الفلوس اللي هتطلع منه اخش بيها الفيوتشر كونتراكت، صح؟ ده قصده حضرتك؟ بس ذاكر الاثنين مع بعض، يعني ذاكر الاثنين مع بعض في نفس الوقت. ماشي، يعني انا اذاكر الاثنين مع بعض وابقى عادي مشترك في ده، وده مش هيبقى فيه تعارض قصدي. لا خالص. طيب الخطه اللي حضرتك، يعني انا ملاحظ ان في ناس كتير زي ما حضرتك بتقول هم مش بيتابعوا مثلا فيديوز كامله او حاجات هي مشروحه في الكلام ده، عشان هو طبعنا الناس عايزه مستعجله، هو سمع انت الامل بتاعه اللي هينزل له دولارات، فالناس اشتركت على هذا الهدف يعني، بس مش كله عنده الصبر. انا فاهم الحته دي، لان طبعا الحماس والشباب والكلام ده كله عايز النهارده ينجز. انا بقى هسال حضرتك سؤال اللي هو ده بره الموضوع شويه. حضرتك انت حاطط البلان الخطه العاديه لاي واحد فينا يخلص مثلا الكورسين دول في قد ايه، بحيث ان هو ما يحسش لو هو متاخر قوي ولا هو مثلا ملهاش مقياس. ملهاش مقياس يعني لو قلنا ديجيتال ماركتنج مثلا ممكن ياخد له شهر، ممكن مثلاً. لا ممكن اسبوعين، الشباب خلاص اسبوعين اوكي، لكن الفيوتشر اللي هياخده 4-5 شهور هي الديجيتال، نشتغل على الديجيتال ماركتنج عادي ونبتدي نتابع في الكوميونتي، وبعد كده التاني يبقى ماشي براحته واحده واحده. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني حط لنفسك بلان ان انا يعني ممكن افتح بيرسونال اكاونت او ممكن اشترك مع ايفالويشن فيرم حسب ما انت عايز، مش قبل 6 شهور. تمام، خد وقتك تماما وتدرب براحتك. اصل يا جماعه التريدنج مهنه هتجيب لك فلوس وانت قاعد على البحر، وانت قاعد على السرير، وانت في الفيكيشن، وانت في اي حته، يعني اي مكان بروح فيه بسافر فيه معايا اللابتوب بتاعي، بقعد على بفطر على في الاوتيل، بعمل فلوس. فدي مهنه هتعمل لك فلوس في اي وقت انت عايزه. هل هي بالسهوله دي؟ لا طبعا، والا ما كان الناس تعمل فلوس. مهنه صعبه. هي الفكره ان الناس بتسمع الكلام ده من حضرتك، الناس لما بتسمع الكلام ده من حضرتك هو عايز بكره يبقى على البحر. للاسف مفيش حاجه اسمها. فهي دي اللي انا بتكلم فيها. انا عشان كده سالت حضرتك، هو بياخد عايز بكره خليك بكره. تمام، عايز تسمع كلامي وتنفذ بقوله بالظبط، هتاخد وقت. از تريدر مهنه صعبه جدا، مش از تكنيكال. انت عالم تكنيكال تريدنج، مش قصه اي حد ممكن يتفرج على فيديو على اليوتيوب يعرف يعني ايه كان الستكس او الفان. المشكله كلها في المشاعر، الجريد، فومو. التريدنج مهنه محتاجه شخص عنده انضباط نفسي. انا عشان كده بسال حضرتك، لان الكوتش بتاعي اتعلمت منه في المنتورشيب اللي كان يعني بيديها لنا، ان انت تسال دايما الشخص اللي هو في المكان اللي انت عايز توصل له. يعني عشان كده حضرتك بقول لك دي كذا، خلاص انا عارف ان دي هتخلص في شهر، يبقى انا هخلص الديجيتال ماركتنج ماكسيمم في شهر ومعايا المنتورز او الادمنز. الثانيه فيوتشر تريدنج مثلا كونتراكتس والكلام ده كله، خلاص انا هقعد 6 شهور مش هسال ان انا اخش اعمل حاجه غير لما خلاص انا واخدها على الهادي براحتها. دي سكن بالنسبه لي. بعد ما نخلص دول ان شاء الله، حضرتك بتنصح ايه ثالث ستيج بقى، او يعني ثالث حاجه بعد الاثنين دول؟ دروب شيبينج. تمام. انا برضو عندي زميلي هو بيسمعنا دلوقتي، هو كان مشكلته في الدروب شيبينج لما دخل قرا كومنتات ان الشحن فيه مشاكل وكذا وكذا وكذا، قال لك بس خلاص استسلم. زي في زميل كان لسه برضو بيقول نفس الكلام، قلت له مفيش حاجه كده، انت خش وجرب وعادي يعني، ما احنا خسرنا كتير جت على خلاص. انا شاكر لحضرتك جدا ولوقتك، ميرسي لي. ربنا يخليك، ميرسي، بالتوفيق. محمد سامي، يا محمد مش رئيس فتح اللابتوب. اوكي، ثاني محمد سامي، ثواني اديك المايك بس مش عارف على اسمك الاول. اتفضل.
لا يا محمود سوري، دايما اقول لك يا محمد محمود دايما فاكر. على فكره هو على فكره محمود سمره اسمه مركب لوحده يعني للعلم يعني. مش واضح حبيبي يا مستر وليد. طب دلوقتي انا لسه مشترك تمام الحمد لله زي حضرتك انت كل سنه وانت طيب. اتفضل. انا لسه مشترك في الباندل كلها من اسبوع تقريبا. بس انا لسه فريش جرادويتد، لسه متخرج 22 يعني السنه دي. انا فارماسيست عموما يعني، بس حابب ادخل في المجال ده، ولسه ان شاء الله في شهر واحد او شهر اثنين اللي جاي هيبقى في جيش وكده، فممكن يعني يبقى سنه في الجيش ما اقدرش افتح فيها اي فيديوز او اشوف اي محتوى. فالفتره دي اقدر اخلص بقى اللي عاوز اخدها خمس شهور او ست شهور اللي باقيين على السنه الجديده، عاوز اخلص فيهم حاجه بحيث في خلال فتره الجيش اي وقت فاضي اقدر اعمل فيه انكم ليا يعني. بادخل يعني ابدا في ايه في الديجيتال فيوتشر مع بعض الاثنين مع بعض هخلصهم خمس شهور دول يعني قول فاهم ست شهور يعني. الفيوتشر مش هياخد وقت، مش كافي فيوتشر مش كورس ضخم بس فاكيد يعني ممكن نركز في الفيوتشر دلوقتي في خمس شهور الاثنين مع بعض. لو انت عايز تعمل فلوس يعني انت عايز تدخل انكم الديجيتال ماركتنج ممكن تدخل انكم بس بعد شهرين ولا حاجه، الفيوتشر هياخد وقت شهر. فالاثنين مع بعض مش هنعرف. خلاص تمام، ماشي. ميرسي يا دكتور، شكرا لك. اوكي يا جماعه، في اي سؤال تاني نسيت حد؟ محمد محسن عندك سؤال انا سالته اوريدي مش متذكر. تمام مستر وليد، انا سالت بس نسيت انا انزل ايدي. ميرسي لحضرتك. اه لا ولا يهمك، شكرا لك. يا جماعه بقالنا ساعتين بالظبط. فدي يا جماعه ملخص سي في كوميونتي، سي في ستاك كوميونتي. احنا عايزين يبقى عندنا كوميونتي ناس عايزه تنجح، مش عايزين ناس طول قدام الفيسبوك والانستجرام وقاعدين بيتفرجوا على الفيديو على اليوتيوب. عندك ناس هيبقى كل بزنس ليه مودريتور هيساعدك تقف على رجليك من اي تو زي. في نفس الوقت هيبقى عندنا تشات بقى نقعد نرغي مع بعض وهزر نضحك، بس ناس شبه بعض مش ناس تجيب لي دعوه. ذاتس ات. وده هيبقى موجود على اليوتيوب قريب ان شاء الله جدا ان شاء الله، وبرده هحط اللينك بتاع النهارده على كل البوست. اوكي، ثانك يو جايز، سي يو اول اجين ان ذا سي في سلاك.